بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش اليوم الاثنين. باذن الله كالعاده لمده ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. اهلا بكم ومنورينا جدا كالعاده من بدايه حلقتنا في الماتش. محمد شريف مهاجم جديد يرحل من الاهلي وينضم رسميا الى فريق الخليج السعودي ليبدا رحله احترافيه جديده مع فريق ينافس ضمن دوري متزايد جدا في قوته وإثارته بعد وضع كل الضمانات التي تضمن حقوق الأهلي في اللاعب مستقبلا إذا عاد للدوري المصري، والتفاصيل نذكرها بعد قليل كما انفردنا بها بالأمس. أما عمر خضر فموهبة مصرية انضمت من الزمالك إلى زد، استثمر فيها زد وانضم اليوم رسميا لكن في العام المقبل إلى أستون فيلا الإنجليزي بعد أن يخوض موسما كاملا برفقة الفريق الأول لزد في الموسم المقبل. صفقة جديدة تمت على مستوى المصريين إلى الخارج، من عمر خضر إلى عمر فايد، من مهاجم إلى قلب دفاع. عمر خضر أو عمر فايد لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخب الشباب انضم رسميا من المقاولون العرب منذ ثوان قليلة إلى فنار بهتشا التركي الذي يلعب في منافسات الدوري الأوروبي ومنافسات طبعا الدوري التركي، وهو أحد عمالقة تركيا هناك. عن تفاصيل رابطة الأندية مجلس الإدارة الجديد الذي لم ولن ينتظر إلى الغد للانتخابات لأن المجلس قد فاز بالتزكية بعدما اكتمل القوام دون ممثل عن الزمالك. تفاصيل كتيرة جدا في الماتش بعد ثواني قليلة، فيلا بينا. أهلا بكم مرة تانية في الماتش. محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ومهاجم منتخبنا الوطني وأحد هدافي الأهلي خلال الموسم الماضي بل وأيضا من خلال المواسم السابقة منذ انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة بعد رحلة أيضا لعب فيها في صفوف فريق إمبي، اليوم انضم رسميا إلى فريق الخليج السعودي. امبارح كنا قد ذكرنا لحضراتكم التفاصيل على مستوى التفاوض وعلى مستوى قلق الأهلي من قصة الكوبري وعلى مستوى العرض اللي ارتفع ووصل إلى 1,800,000 دولار من الفريق السعودي اللي بدأ منافسات الموسم الجديد وبدأ ولعب جولة بالفعل مع الأهلي لضم محمد شريف. قلنا إن هي اقتربت جدا من الإتمام واليوم ومنذ قليل أعلنها فريق الخليج على ألحان ونغمات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وعلى أهداف محمد شريف التي سجلها مع الأهلي خلال المواسم الماضية قبل أن يودعه الأهلي أيضا رسميا موجها له الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال المرحلة الماضية منذ انضم إلى الفريق الأحمر. محمد شريف رحل إذن عن القميص الأحمر ومن خلفه الأهرامات، ولكن في بلد آخر وفي دوري آخر هو الدوري السعودي في المملكة العربية السعودية. محمد شريف امبارح كنا اتكلمنا على قصة الكوبري وقلنا ان هو كان في نقاش على مستوى التجديد، والاول العرض ما كانش مناسب وبعد كده الاهلي قدم عرض افضل لكن اللاعب قرر ان هو الافضل والانسب ليه هو انه يخرج فما جددش مع الاهلي بعد ما ده كان اتعرض عليه. لكن قلنا انه في نقطة تانية وهي نقطة الكوبري الذي يخشى الاهلي من ان يتم، بمعنى انه ما يطلعش على السعودية ومن السعودية يروح واخد طيارة تانية بعد فترة 6 شهور ولا سنة ويرجع على مصر لكن بقميص اخر، اما ازرق مثلا بلون بيراميدز او ابيض بلون الزمالك. فالنهاردة الاهلي اكد ذلك رسميا من خلال رئيس شركة الكرة في النادي الاهلي المهندس عدلي القيعي اللي قال انه القصة فيها ضمانات اتحطت لحفظ حقوق الاهلي مستقبلا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه على جانب اخر يكون الاهلي كمان حريص على انه اخطاء الماضي ما تتكررش مستقبلا في قصة شريف. وطبعا التلميح هنا المقصود بقصة عبدالله السعيد اللي كان في الاهلي وراح للاهلي السعودي
وكان في اتفاق انه في حالة انه انضم من الاهلي السعودي الى اي فريق اخر في الدوري المصري، وقتها كان الخوف من الزمالك بما ان عبد الله السعيد كان اساسا مضى للزمالك قبل المرحلة دي، لو راح من الاهلي السعودي لاي فريق مصري اخر يدفع 2 مليون دولار. ده كان عقد ثلاثي. وبعدها القصة ما زالت منذ هذا الحين موجودة في القضاء، ما بين بقى القضاء المصري الرياضي، ما بين القضاء الرياضي الدولي، المحكمة الرياضية، ما بين الفيفا ويكتب عنها الفيف برو، والأهلي يروح واخد حكم كمان قضائي بعيدا عن الرياضة بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد. وفي النهاية بحسب التقارير يعني إن هي رايحة ناحية إن عبد الله السعيد مش هيكون مدان والأهلي مش هياخد الفلوس، ده بحسب المشهد اللي فات. فالأهلي النهاردة بيعلن إنه حط كل الضمانات مع عدم تكرار أي أخطاء يضمن بيها إنه لو حصل اللفة دي مع محمد شريف الأهلي ياخد فلوس. محمد شريف نفسه أكد هذا الأمر في بيانه الوداعي للفريق الأحمر الملقب بالشياطين الحمر والمتوج بالدوري رقم 43 في النسخة الماضية، قائلاً: في البداية مين يكون معاه وفي ظهره النادي الأهلي ويقدر يتشرط أو يملي شروطه عليه؟ حابب أوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الأهلي. أولاً الجمهور، أنا فعلاً مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل، بشكركم وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني، وهتفضل أصواتكم دايماً معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم. جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم، دمتم نعمة. ثانياً أشكر إدارة النادي الأهلي أنها ساعدتني وادتني الفرصة أني أخرج من الباب الكبير ومن خلالهم وتحت إشرافهم هم. أول ما تعرض علي العروض كنت حريص على توجيهها للإدارة لدراستها قبلي أنا شخصيا، وكمان لحفظ حقوق الكيان نفسه قبلي أنا شخصيا وتحقيق أكبر إفادة للكيان. وبقولها وأكد عليها، لا عاش ولا كان اللي يجي الأهلي ويتشرط عليه في تجديد ولا غيره. أنا خارج من باب الأهلي الكبير ولله الحمد، حاولت أفيد النادي وركز في النقطة دي على قد ما أقدر، وده ما يجيش جزء من فضل النادي عليا شخصيا، وده شيء يشرفني ودايما يكفيني ويكفي أولادي إن اسمي موجود في سجلات النادي، وده فضل من ربنا عليا. ثالثا أشكر كل من زملتهم وكانوا سندا لي وقت لعبي بالفريق من لاعبين كانوا اخواتي ودايما في ظهر بعض، وبفضل الله وبفضلهم عرفت احفر واسجل ارقام هتفضل موجوده باسمي داخل سطور الكيان الكبير. وبشكر كل المدربين والاداريين اللي اشتغلت معاهم من اصغر واحد لاكبر واحد، واخواتنا العمال اللي تعبوا معايا جدا طوال الفتره، والفريق الطبي كله بلا استثناء. اخيرا وجب التوضيح، عشت جوه النادي الاهلي 6 سنين من عمري، واجب عليا والتزاما مني اتجاه النادي اخرج وانا شخص مسؤول، ولذلك انا من طلبت من النادي الاهلي اخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط، او العرض عليه اولا قبل العوده الى مصر. بيؤكد هنا محمد شريف اللي قلناه امبارح واللي قاله كمان الاهلي منذ قليل. اي كلام يقال في الموضوع ده لا يمت للحقيقه باي شيء، وده للعلم فقط. الاهلي ما فيش حد يتشرط عليه للتاكيد، والكل اللي متابعني طوال سنين الـ6 بالاهلي لم افتعل ولو مشكله واحده، وده حقيقي بصراحه. محمد شريف لاعب اساسي قعد دكه ما بتلاقيلوش مشاكل، خرج من المنتخب انضم للمنتخب في صمت بيتعامل، وبيقول: وهذا من فضل الله علي لاني اتعامل مع منظومه اعرف واجباتي تجاهها بكل تفصيله ولنا عوده. ده كان بيان محمد شريف اللي انضم الى فريق الخليج السعودي. بالتوفيق يا شريف ان شاء الله انت وكل لاعبينا سواء في الداخل او في الخارج. وعلى ذكر الخارجين من الداخل الى الخارج، فهننضم إلى بعض الأسماء الأخرى خلال المرحلة القليلة جدا المقبلة، لكن تعالوا نفصل ما بين لاعبين ولاعبين برابطة الأندية المصرية. رابطة الأندية المصرية بكرة المفروض إن كان يبقى فيه انتخابات لتحديد مجلس إدارتها الجديد. المجلس اللي هيكون مسؤول عن إدارة مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل بعد سنتين ماضيتين من تشكيل الرابطة. والأندية بدأت ترشح الأسماء اللي هتمثلها، علشان لو العدد مثلا كان 9 يختاروا منهم 7، لو العدد كان 10 يختاروا منهم 7، لكن اللي حصل إن العدد اللي كان 9
نزل لـ8 ثم وصل إلى 7، وبالتالي أصبح الفوز بالتزكية. مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية أعلنه اتحاد الكرة بتشكيله الجديد منذ قليل على صفحته الرسمية بالشكل التالي، اللي بكرة بقى هيتحدد مين رئيسه ومين نائبه وأعضاؤه المقبلين. وتشكيلة رابطة الأندية الجديدة كالتالي: فاز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري اسم جديد، شريف صالح، أحمد محمد هاشم اسم جديد بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود. هنحكي طبعا التفاصيل. يقام في 5 مساء غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس، وطبعا متوقع أن يكون بنفس الاسمين، يعني النائب أحمد دياب يبقى هو رئيس الرابطة، ونائب رئيس الرابطة يكون زي ما كان في النسختين الماضيتين الكابتن عماد متعب بحسب ما هو كان موجود. طيب، ده كان بيان الرابطة النهارده. بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود، طبعا حسين أبو السعود هو عضو مجلس إدارة نادي الصيد وكان ممثلا عن نادي زد، نادي زد كان هو اللي أرسل اسمه. أمير مرتضى منصور طبعا الكل عارفه، هو المشرف العام السابق على نادي الزمالك، على فريق الكرة في نادي الزمالك، واللي كان تراجع الفترة الماضية عن الإدارة الفنية أو عن الإدارة الرياضية داخل فريق الكرة في نادي الزمالك، وكان اسمه مرشح من خلال نادي الزمالك. نبدأ بأمير مرتضى منصور. أمير مرتضى منصور اللي رشحه كان نادي الزمالك نفسه، وبترشيح الزمالك لأمير مرتضى منصور إذن الزمالك بيعلن أنه بيسحب اسم الدكتور خالد رفعت اللي كان ممثلا عن الزمالك في النسختين الماضيتين أو في المجلسين الماضيين للرابطة منذ تأسيسها، وخرج اسم الدكتور خالد رفعت. قبل ما نسيب النقطة دي، بس مش هقول خسارة للرابطة، لكن اسم جيد جدا على مستوى التسويق، عمل الحقيقة نجاحات في الفترة الماضية على مستوى انضمام رابطة الأندية المصرية إلى الاتحاد الروابط العالمية، وعلى مستوى التوأمة اللي تمت مع رابطة الأندية الإماراتية، وإن كان ما شفناش ثمار هذه التوأمة اللي تمت خلال العامين الماضيين، كان ممكن يكون إن ليه دور أكبر في الرابطة، لكن لم يحدث هذا الأمر، فالزمالك عين أو رشح اسم أمير مرتضى منصور. طبعا احيانا بتبقى فيها جزء من الموائمات، بمعنى انه الزمالك هيرشح امير مرتضى منصور، الرابطه هتبقى مبسوطه اكيد بحاجه زي دي، لانه هتتقي ربما شر مرتضى منصور في حاله العداء اللي ممكن يحصل ما بين وقت للتاني ما بين الجهتين، وفي نفس الوقت امير مرتضى منصور هيكون استفاد انه بيرتقي خطوه في الابتعاد من الخاص اللي هو الزمالك الى العام اللي هو الدوري باكمله، ولكن لم يتم هذا الأمر بانسحاب أمير مرتضى منصور. أمير مرتضى منصور نزل من شوية أو أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري ممثلا في الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وجاءت تفاصيل الخطاب كالتالي: علمت أثناء سفري أن نادي الزمالك أرسل خطابا إلى الاتحاد يتضمن ترشيحي لعضوية رابطة الأندية، وهذا شرف كبير أن أنتمي لكيان كبير مثل نادي الزمالك، وأتوجه بالشكر للسادة المسؤولين الذين قاموا بترشيحي، ولكني أعتذر عن قبول أي منصب داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة لانشغالي بظروف عملي كمحامي، ولذلك اعتذرت عن الاستمرار في منصبي كمشرف عام عن فريق الكرة الأول في نادي الزمالك بعد أن أمضيت 5 سنوات في هذا المنصب، فبرجاء إبلاغ السادة في رابطة الأندية باعتذاري عن هذا الترشح مع تمنياتي للرابطة والكرة المصرية بالتوفيق، ممهورا باسم أمير مرتضى منصور بتاريخ 14/8/2023. طبعا دي حقيقة، أمير مرتضى منصور ربما ما كانش عارف انه هيتم ترشيحه، لكن الحقيقة ان أمير مرتضى منصور كان تعب قوي الفترة اللي فاتت، تعب بقى وصفته انا او حضراتكم بانه نجح، او وصفته انا او حضراتكم بانه لم ينجح، فهو كان فكر كثيرا في الاستقالة خلال السنة اللي فاتت دي كلها، تقريبا 4 5 مرات كنا قلنا منهم مرتين على مستوى الأخبار اللي طرحناها مع حضراتكم،
وحاول انه يبتعد، لكن كان دايما اصرار رئيس الزمالك وقتها مرتضى منصور على بقائه كان هو اللي بيخليه، او كمان اصرار او استمرار الموسم باحداثه المتلاحقه. الزمالك رشح امير مرتضى منصور ازاي؟ تعالوا نستعرض في 3 نقاط تفاصيل من المسؤول عن ارسال اسم امير مرتضى منصور بحسبه دون علمه، بحسب ما قال في الخطاب. الجواب المرسل بشأن ترشيح أمير مرتضى منصور لرابطة الأندية خرج من مكتب سكرتارية رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، تم إرسال جواب بترشيح أمير مرتضى فقط، وبالتالي حينما اعتذر أمير مرتضى أصبح خالد رفعت خارج الرابطة. أخيرا على مستوى المعتذر الآخر حسين أبو السعود، ف هو كان ربما بعد انسحاب أمير مرتضى منصور بقى ممكن إن هو بتقترب فرصه، أو بقى الاسم المرشح إما هاشم وإما أبو السعود، فاللي حصل إنه تم إقناعه بالانسحاب هو الآخر، باعتبار إن هو ممثل عن زد، وإن ما يبقاش زد موجودة في الواجهة طول الوقت، وده ممكن يعرض زد نفسها إلى بعض المشكلات، فطلب منه أن ينسحب فانسحب. ليصبح التشكيل زي ما طرحناه على حضراتكم، اللي من ضمنه الاسم الجديد على مستوى العمل الرياضي العام، لأنه كان على مستوى العمل الرياضي الخاص في المقاولون العرب، أحمد هاشم المنضم حديثا إلى الرابطة، واللي معانا على التليفون. كابتن أحمد أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك كابتن هاني، أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. يعني أنا ببارك لك بشكل عام وببارك لك بشكل شخصي، اسم محترم، يمكن التقينا في أكتر من مناسبة، فبعد مبروك عايز أسمع منك أنت كيف تمت مرحلة الانضمام إلى رابطة الأندية. الله يبارك في حضرتك أول حاجة، وده يعني بجد أنا مبسوط جدا إن حضرتك، والله كلامك ده يعني حاجة شرف ليا. العفو. أنا أول حاجة بس أحب أشكر نادي المقاولين العرب وبشكر مجلس إدارته باشمهندس محسن صلاح وباشمهندس محمد عادل على ثقتهم فيا وترشيحهم لاسمي في رابطة الأندية. أنا عملت بشكل تطوعي في تسويق نادي المقاولين الفترة اللي فاتت، وكنت بجتهد على قد ما أقدر إن أنا أثبت يعني على قد ما أقدر نفسي في النادي، وإن أنا كنت بحاول إن أنا أعمل على استرجاع تاني للنادي، نادي المقاولين، هوية نادي المقاولين. ايوه. كتسويقيا. والحمد لله نجحنا في ده بشكل كويس، يعني بشكل كان ملحوظ. وكمان عملت على نفسي بشكل شخصي ان انا حصلت على دبلومه اداره رياضيه من فيفا. فكنت بعمل من ناحيتين، يعني بشكل شخصي وبشكل كمان على مستوى النادي. فالحمد لله باشمهندس محمد عادل، باشمهندس محسن رأوا فيا ان انا اكون مفوض باسم النادي للرابطه يعني. طيب اللي حصل ازاي؟ يعني ازاي تم الترشيح وازاي تلقيت خبر انك خلاص مش هتستنى انتخابات بكره، انت اصبحت بالفعل عضوا في مجلس اداره الرابطه؟ والله انا في الاول لقيت امبارح كان في كذا اسم وكنت عارف ان هيحصل انتخابات، فكنت منتظر لسه. فاتبلغت والله، لا لقيتها على البيج بتاعت الرابطه يعني. أيوة. انا عرفت البيج بتاعت الرابطه يعني لما شفت الاسامي ان استاذ امير مرتضى انسحب والاستاذ حسين ابو السعود، حسين ابو السعود انسحب، فالباقي المرشحين فازوا بالتزكيه يعني. مظبوط. طيب انت دلوقتي بقيت احد المسؤولين عن الكره المصريه، بنتكلم على المقاولين ودور فعلا تابعناه على مستوى الهوية الخاصة بالمقاولون والناحية التسويقية والملاعب، وشفنا أفكار تطورت في المرحلة والتيشيرت أو قميص الفريق وغيرها من النقاط، لكن دلوقتي بنتكلم بقى في الدوري المصري بتاريخه بعظمته بما يحتاجه من تطوير. انت ايه افكارك او شايف ازاي ممكن يكون دورك في المرحله المقبله لتطوير الكره المصريه او الدوري المصري؟ هو زي ما حضرتك قلت بالظبط ان الدوري المصري ده اعرق دوري في المنطقه. فاحنا لازم نعمل على استرجاع تاني الدوري المصري ان يكون دايما اهم دوري وافضل دوري. انت حضرتك شفت ده، في شايف الدوريات الثانيه كلها دوريات قوية جدا، فالمنافسة هتكون صعبة. فاحنا لازم عشان المنافسة دي لازم نكون الشغل يعني يعتبر كل يوم على استرجاع الدوري تاني، يكون ان شاء الله من افضل الدوريات. واستكمال كمان عمل الرابطة، لان الرابطة اشتغلت السنة اللي فاتت بشكل كويس، انا كنت شايف كنت متابع عملهم، هم كانوا شغالين بشكل كويس جدا. استكمالا لعملهم هنستكمل عمل الناس اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت، وان شاء الله الموسم ده يكون افضل باذن الله. تسويقيا بما انه ده مجال عملك في المقاولون، وده المجال ربما اللي افتقدناه شوية في الرابطة على مستوى التطوير فيه أو على مستوى بيع الحقوق وغيرها، شايف ازاي المشهد هنا أحمد هاشم؟
والله انا كنت تابعت مع السنه اللي فاتت الموسم اللي فات في اخر الموسم اللي فات ان الدوري يعني كان مباع برقم كويس جدا وحاجه كويسه لشركه من احد الشركات يعني لثلاث سنوات بالظبط. فدي حاجه ساعدتني يعني ساعدتني يعني، بس ان شاء الله مش هنقف عند ده، بس ان شاء الله يكون الدوري كمان تسويقيا لي. انا اتمنى ان الدوري المصري يكون مذاع على معظم بلاد العالم زي الدولات الثانيه، ليه لا؟ الدوري السعودي الحمد لله اهو دلوقتي شايفينه الدوري في المنطقه العربيه مذاع على اكثر من 40 قناه. فانا بالنسبه لي انا بغير برضو على بلدي وعايز الدوري بتاعي يكون افضل وافضل وافضل. طبعا مش بالكلام عشان اكون صريح، هو يعني لو الدوري السعودي اشتغل عليه كان بروجكت، ومش مجرد هي الناس تفتكر ان هو مجرد سنه بس اللي هو السنه دي جبنا كريستيانو ساديو ماني نيمار، لا هي مش مجرد سنه، هم الدوري السعودي بروجكت بقاله اكتر من سنه شغالين عليه. مظبوط، وحياتك شايف التطور كان بيحصل فيه، كان تطور ستيب باي ستيب، هم كانوا واخدينها خطوه خطوه لحد ما وصلوا ان هم قادرين دلوقتي ان هم يعملوا ده. فاحنا قدامنا خطوات كتير نشتغل عليها. اكيد التغيير مهم، يكون في تغيير ملحوظ، بس ده اهم حاجه. اكيد التغيير مش هيكون في يوم وليله، بس على الاقل يكون في عمل على التغيير. زي ما قلت حياتك ان الرابطه السنه فاتت كانت شغاله بشكل جيد، فان شاء الله نستكمل عمل الرابطه، وان شاء الله يكون في تطور ملحوظ الموسم ده باذن الله مع الاعضاء الجداد باذن الله. اخيرا بعيدا عن الرابطه بالمقاولين، النهارده عمر فايد بينضم رسميا لفنار باتشا، شفت ده ازاي او ايه اللي ممكن تقوله عن خطوه زي دي؟ انا بصراحه يعني عايز الخطوه دي بالذات اول يعني اشكر كذا شخص. اول شخص اشكره باشمهندس محمد عادل ان هو كان شغال على الموضوع ده من فتره مع مش عمر بس، عمر وكذا لاعب تاني، وكان شغال عليهم بكذا طريقه. كان شغال عليهم لغويا ان هم كورس الانجليش كذا حاجه تطويل ليها، لان حضرتك شفت كذا لاعب كان بيسافر بره كان بيتعب في الحته دي. عمل لهم تحاليل دي ان ايه عشان يعرف ايه نقاط الضعف اللي عندهم بالظبط اللي ممكن يطور فيها. كابتن شادو غريب طبعا انه يدي فرصه للاعب ناشئ زي عمر، وانه كان كمان اول فرصه اخذها كان السنه اللي فاتت. حضرتك شايف احنا كنا بنلعب بورت وكان الموضوع كان صعب، فاخذ فرصه في وقت صعب ده ثقه اكتر. عمر نفسه احب اشكره عشان عمر نفسه اشتغل على نفسه كتير جدا السنه دي، اشتغل على نفسه جامد كمان، وكان يعني كان عنده طموح ان هو يسيب اي حاجه في مصر ويسافر بره. ودي حاجه مهمه جدا يكون من تلك اللاعب نفسه انه عايز يكمل بره، عايز يسافر بره حتى لو جاله عروض اكبر في مصر. فان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ويكون يرفع اسم مصر واسم مقاولين كمان بشكل شخصي يعني كويس هناك. وانا واثق في عمر ان شاء الله انه هيكمل بره لحد يعني ان شاء الله اكثر مدى ان شاء الله. يعني حطيته اعاده بيع نسبه حلوه تكميل لصلاحه والنني يعني. ان شاء الله بالظبط. المقاولين دايما بيضرب بيه المثل بسبب انه اهم محترفين يعني في تاريخ الكره المصريه، حطيته اعاده بيع كويسه عشان عمر فايد. في اعاده بيع كويسه 15 ولا 20؟ باشمهندس بقى باشمهندس صح نساله هو الفترة اللي جاية. هو على فكرة كان معانا من فترة طويلة وقال انه جاي له عروض محلية كتير، لكن عمر لن يلعب بره المقاولين الا بالضبط. خارج مصر، وده تحقق. ده كان اتفاق بيننا وبين عمر يعني، وهو كان مقتنع 100% ان هو يكمل بره يعني. احمد انت استاذ ولا مهندس ولا دكتور؟ عشان بقى بما اننا اكيد هنتكلم كثيرا الفترة المقبلة. انا احمد عادي، انت قول لي احمد عادي. ماشي. انت قول اللي انت عايزه يا حبيبي. انا بشكرك جدا احمد هاشم، عضو رابطه الانديه المحترفه الجديد بتشكيلها الجديد، وبالتوفيق باذن الله. قدامكم مشوار كبير جدا محتاج دايما النظره الى الامام والتحرك سريعا، علشان كل حركه اكيد هتجيب لنا فرق ولو بسيط. طيب، عمر فايد انضم الى فنار باتشا النهارده، وعمر خضر انضم الى استون فيلا النهارده، لكن سيفعل التعاقد في السنه المقبله، وده اللي هنبدا بيه. زد اعلن، واعلن استون فيلا النهارده ظهرا انضمام اللاعب صاحب ال 17 سنه الى فريق استون فيلا بدايه من الموسم المقبل لما يتم 18 سنه علشان يكون مشاركته مع الفريق قانونيه. عمر خضر صفقه الحقيقة ان هي من الصفقات المهمة جدا على مستوى مواهب الكرة المصرية، ان لاعب بينضم من فريق وهو لسه في قطاع الناشئين الى فريق بيلعب في البريمير ليج، دي خطوة يعني بتحتاج ربما الكثير من الخطوات للوصول اليها. عمر وزد عملوها في خطوة واحدة بس. من فترة كنت قاعد مع الكابتن علاء نبيل وكان بيوريني لقطات من مباراة زد والاهلي على مستوى المرحلة العمرية دي، وقلت له مين اللعيبه ابو شعر اصفر ده؟ قال لي ده عمر خضر. قلت له انا يعني كان لسه ساعتها منضم من الفريق من الزمالك الى زد. قال لي لا 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 لا، عمر خضر ده لعيب جامد جدا ومحتاج تركيز اكتر، نركز معاه
على موهبته وعلى عقليته، وهتشوف لعيب هيكسر الدنيا. بالفعل عمر فايد خرج إلى معايشات في أستون فيلا أو في البرتغال فيتوريا جيمارايش كمان برفقة عدد من اللاعبين لتجربة زد اللي هي أساسا طلعة من أجل الاستثمار الرياضي. عمر ده اللعيب اللي هو الكرة تبقى تحت رجله، اللي أول ما تتفرج على كام لقطة في أول في أي مباراة هيشدك، لأنه اللعيب اللي هي الكرة تحت رجليه حلوة وفنتات جسمه حلوة وبيلعب عرضيات حلوة وبيشوط حلو من ناحية الشمال وبيضم لجوه بيشوط حلو برضه، مراوغات اللي هي اللعيب اللي انت بتحب تتفرج عليه كمتابع كرة. طبعا دي مجرد خطوة، بل بالعكس اللي جاي أصعب بكتير من اللي فات. كل اللي فات ده كان موهبة بيتم تطويرها داخل نادي زد، اللي جاي بقى ده كيف تصبح هذه الموهبة موهبة حقيقية محترفة. وكلمة الاحتراف مش معناها السفر من بلدك إلى بلد تانية، الاحتراف ده احتراف في كل شيء، في طريقة حياة، في طريقة تعامل، في طريقة مشاركة أساسية، في طريقة تعامل وقت الخروج من المشاركة الأساسية، في طريقة تعامل مع المدربين مع الزملاء. عمر ربما فترته اللي فاتت على مستوى أشهر من المعايشات تكون فادته، ولكن الأكيد إن فترته السنة اللي جاية دي اللي احنا هنبدأها كمان أقل من شهر مع نادي زد كفريق أول، دي نقطة مهمة جدا لازم يطلع من الموسم اللي جاي ده وهو مسافر على إنجلترا إن شاء الله رسميا، مسافر وهو مبهج للجمهور المصري وهو واخد كمان ثقة اللاعب مع فريق أول زي فريق زد اللي بيخوض أول مواسمه مع الدوري المصري الممتاز. هيثم عبد العظيم نائب رئيس شركة زد للاستثمار الرياضي تواصلنا معه فكانت له هذه التصريحات الخاصة عن انضمام عمر خضر من الزمالك إلى زد ومن زد إلى أستون فيلا. قال قمنا بضم عمر خضر برفقة محمد هيثم من الزمالك العام الماضي وطلب النادي الأبيض وقتها 4 مليون جنيه. الزمالك طلب وضع بند نسبة 20% من إعادة بيع مع عمر خضر بالنظر لأنه موهبة متوقع تألقها. عمر خاض برفقة 6 لاعبين آخرين من زد العديد من المعايشات في أندية أستون فيلا وفيتوريا جيمارايش. عمر نفسه خاض معايشتين في أستون فيلا وأخرى في فيتوريا قبل أن يقنع مسؤولي النادي الإنجليزي بضمه. وصلنا عرض رسمي من بنفيكا البرتغالي لضم عمر كذلك، لكننا فضلنا عرض أستون فيلا لأنه أفضل ماديا وكذلك للتوأمة بيننا وبين النادي الإنجليزي. في سياق آخر سنحصل كنادي زد على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع عمر خضر في المستقبل لأي ناد، يعني لو أستون فيلا باعه لأي نادي زد ليه 15% من قيمة التعاقد من قيمة الصفقة. يعني دي تصريحات أكمل عليها انه عمر خضر، عفوا مش فايد، معلش ما هو اتنين عمر في يوم واحد بتلخبطنا. عمر خضر عقليته ودفعته للاحتراف الخارجي حتى لو تلقى عرضا وايه اللي بيحصل. ماشي، عمر سيكون ضمن قوام الفريق الاول لزد في الموسم الجديد وننتظر منه موسما كبيرا. استون فيلا يتابع لاعبي زد تحت 14 و15 و16 و17 عاما ويخوض معهم اللاعبون 4 معايشات حتى يتم الاستقرار على ضم افضل المواهب بعد بلوغ عمر 18. فاهمين يعني استون فيلا عموما بيتابع كل قطاع الناشئين في زد لمدة 4 معايشات، يوصل لسن 18 يروح مضامم ومتعاقد مع افضل اللاعبين. قال هيثم عبد العظيم ايضا نتوقع انضمام لاعب اخر من زد في يناير المقبل الى فريق فيتوريا جيمارايش وهو محمد عبد المنعم حميدو. بالتوفيق يا عمر، بالتوفيق لحميدو، بالتوفيق لكل لاعبينا اللي عندهم الرغبة من صغرهم في الانضمام إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، أو حتى لاعبينا المصريين المستمرين في مصر اللي عليهم مجهود ودور كبير في المرحلة المقبلة وطول الوقت الحقيقة إذا أرادوا نجاحا. إذن الزمالك حسبها صح على ما يبدو من سنة. في ناس كتير بتلوم الزمالك إنه إزاي تفرط في موهبة عمر خضر، وده سؤال منطقي جدا لأنه موهبة فعلا جبارة يعني. ولكن على الجانب الآخر بطرح السؤال ده مهم إن احنا نشير إلى إن الزمالك كان حاسبها صح في الجزء الآخر، إنه الموهبة دي لما تتألق وتحترف إزاي نكسب منها فلوس. الزمالك سيحصل على نسبة 20%
من المقابل المادي اللي دفعه وسيدفعه أستون فيلا إلى نادي زد بإتمام الصفقة النهاردة. طب 20% ده من قد إيه تقريبا؟ بحسب معلوماتنا فأستون فيلا دفع بالفعل كاش نسبة من المبلغ المتفق عليه دلوقتي علشان يعلن عن الصفقة رسميا، والجزء الآخر الأكبر من الصفقة هيكون بمشاركة عمر خضر مع أستون فيلا في الفريق الأول رسميا، اللي هي بتبقى عبارة عن البونص، يعني اللي هو لما يشارك لما يلعب لما كذا. قيمة الصفقة النهائية كام؟ بحسب معلوماتنا تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليون دولار حصل عليها زد نظير بيع عمر خضر إلى فريق أستون فيلا. الزمالك هياخد منها 20% تقريبا، يعني لو 3 مليون يعني 600 ألف دولار في المرحلة المقبلة. من عمر خضر إلى عمر فايد، فنار بهتشا قال خلاص بنعمل الكشوفات الطبية على الموهبة الجديدة، اللاعب الشاب اللي هتشوفوا موهبته على مستوى خط الدفاع. المقاولون نفسه أعلنها بشكل كامل أن عمر فايد انضم إلى فنار بهتشا. يعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فنار بهتشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد، مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية. وجه محمد عادل الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين. حقيقي جدا جدا المقاولين بيعملها ببراعة، كابتن شوقي غريب بيعملها باقتدار. كان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات. أوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة مشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني، وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية. قال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر سينتقل من المقاولون إلى أوروبا مباشرة، عمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فنار بهتشا والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية. وجه التحية مجددا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمثابة ذخيرة قوية للكرة المصرية. فنار بهتشا على فكرة بيلعب في الدور الأخير من التمهيدي من دوري الأوروبي، ده غير أنه هيبدأ الدوري التركي نفسه الأسبوع اللي جاي بالظبط، يعني زي النهاردة كده عدة 7 أيام هيكون بيبدأ فنار بهتشا مشواره في الدوري التركي. عمر فايد كان ضمن منتخب مصر للشباب اللي خسر هنا بطولة أفريقيا فما راحش كأس العالم، انضم رغم أنه أبعد أو أقل سنا من المنتخب الأولمبي إلى قائمة مستر روجيريو ميكالي في بطولة أمم إفريقيا في المغرب اللي تؤهلنا إلى الأولمبياد، شارك دقائق تأهلنا للأولمبياد، لكن اللي فات حاجة واللي جاي حاجة. رحلة احتراف برضو محتاجة لها تعامل ذكي، محتاجة لها اكتساب كل الخبرات الممكنة ما بين الصيف ده والصيف اللي جاي بتاع الأولمبياد. متوقع ممكن على حسب ما بيقدمه ويكتسبه عمر فايد انه يكون موجود اساسي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد العام المقبل في باريس باذن الله. فنار بهتشا بس عشان ما بقاش غلطت وما رجعتهاش بيلعب في دوري المؤتمر الاوروبي مش الدوري الاوروبي، دي البطوله الثالثه على المستوى الاوروبي. بعد الفاصل تفاصيل اخرى واخبار مهمه في الماتش، خليكم موجودين معانا. كل الشكر للمجلس إدارة اللجنة البرلمانية الحالي، لأن بصراحة من ساعة ما تولى قيادة الأمور في اللجنة وهو كل شغله الشاغل إزاي يطور من رياضة المعاقين، إزاي ينهض بالرياضة، إزاي يبدأ يعمل أجيال جديدة. يعني طبعا حضرتك عارف إن الرياضة البرلمانية لها تاريخ طويل جدا على مستوى الدولي والأولمبي والعالمي، أبطال عالم وناس أبطال أولمبيين، فالاستمرار في منصات التتويج ده بيحتاج جهد جبار وبيحتاج إمكانيات وبيحتاج تخطيط والكلام ده كله. نادي الإمام بسوهاج يعني مش سنة 92،
فبيتم اعدادهم، بيجيبوا جايين مثلا بنجيبهم من بنستكشفهم من القرى والارياف وكده، اللي هو ذو القوه البدنيه، لان الصعيد كله بيحب القوه البدنيه، اللي هو رفع اثقال، مصارعه، كاراتيه، تايكوندو، ما بيميلش خالص للالعاب الجماعيه الا عدد بسيط بالنسبه لذو الاعاقه. لديهم قدرات تستحق مننا ان احنا نسمح لهم ان هم يبرزوا هذه القدرات. في 2013 كنت انا امين صندوق برضه اللجنه الاولمبيه، وقدمت اقتراح بست اتحادات ولم يشملها بقى في الوقت دوت الاهتمام او كده هوت. بعد 10 سنين حققنا الحلم تاني النهارده في وجود دكتور حسام وفي وجودي، وقدمنا بعمل ثلاثة اتحادات بارامبية. النهاردة جاية عندي هدف مهم جدا، وهو ان احنا نعمل توعية للأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية الرياضة، لان الرياضة هي اللي بتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في كتمكين صحي، يعني هو بيبقى بيعيش حياة صحية، في الممارسة العامة، وطبعا هناك مهارات وطبعا مواهب كتيرة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. أول يوم إحنا جينا فيه كلجنة بارالمبية مصرية عملنا حاجة اسمها أهداف استراتيجية، ومن ضمن أهداف استراتيجية اللي إحنا عملناها دي هي استقلالية الرياضات البارالمبية، فكل لعبة بتدير نفسها بواسطة اتحاد، وطبعا إحنا ماشيين في الإجراءات إن الاتحاد ده ياخد اعتماد من المكون الدولي بتاعهم اللي هو اللجنة البارالمبية الدولية، وبعدين إن شاء الله نمشي في إجراءات شهر الاتحاد ويبقى هم ليهم استقلالية تامة في إدارة لعبتهم. اهلا بكم مره تانية. امبارح كان اتحاد كره السله المصري اعلن انه خلاص رسميا اللاعب باتريك يوسف جاردنر اللي كان في محاولات انه يمنح الباسبور المصري لان والدته مصريه، قد تمت الاجراءات كامله، ووجه الشكر لوزارتي الداخليه والشباب والرياضه على التعاون. وكمان بالمناسبه قال انه يعني بيتمنى ان تخلص اجراءات اللاعب ادم موسى، اللي بالفعل إجراءات هذا اللاعب من شوية الاتحاد المصري لكرة السلة تلقوا الموافقات على أن آدم موسى يكون موجود، ومن بكرة إن شاء الله ينضم إلى المعسكر في الإمارات قبل السفر إلى الفلبين لمواجهات كأس العالم اللي هتنطلق بنهاية الشهر الجاري. إذن تعالوا بقى نروح للاعب اللي راح امبارح وظهر امبارح واتمرن، وفي أول ظهور لي عبر البرامج والتلفزيون المصري، باتريك يوسف اللاعب اللي أصبح رسميا على الورق مصري ويشارك في كأس العالم. باتريك، I'm very happy having you. Welcome to our channel صدى البلد and El Match TV show. Thank you so much for having me. Congratulations, you're finally on paper is Egyptian now. Yes, finally. I'm so happy and excited to finally be able to represent you know, my country and my mom's country. And it's just, you know, it was a crazy process, but I'm just so happy that it's over with. But so many people helped me, and I'm just so grateful. Why do you describe it by a crazy process? So I would just say, you know, getting a citizenship for any country is not easy. Yeah. And the fact that, you know, I needed to, you know, have a lot of people help me to get it in time for the World Cup. I think it was stressful just because of the time constraints. But other than that, like, I think, you know, the people who helped me and my lawyer too, they did a great job. You know, trying to, you know, make me as comfortable as possible throughout the process. Yeah. Okay, let me translate answer by answer and I'll get back to you. قلت له الاول الحمد لله على السلامه، مبروك، انت بقيت رسميا على الورق مصري، والدته طبعا مصريه لكن ما كانش معاه الباسبور المصري. قال لي اخيرا انتهت العمليه المجنونه اللي كنا شغالين فيها من اجل الحصول على جنسيه والدتي، فانا اخيرا بقيت مصري دلوقتي. فبقول له ليه وصفتها؟ فبيقول لي ان هو بيشكر كل الناس اللي ساعدته على انه يعرف انه ياخد الجنسيه بالشكل ده. قلت له ليه وصفتها بالعمليه المجنونه؟ قال لي كانت عمليه مرهقه جدا، بشكل عام الحصول على اي جنسيه أمر مرهق وبيستلزم وقت، وإحنا ما كانش عندنا وقت، عايزين نخلص الورق
قبل كاس العالم عشان اعرف اشارك مع المنتخب الوطني. فبشكر المحامي بتاعي اللي سهل لي الامور، حاولوا ان هم يخلوني مرتاح ومطمن رغم ان العمليه نفسها فيها توتر وزحمه وقت وكل الناس اللي حاولت في العمليه دي ان هي تخلص القصه، فبيوجه لهم الشكر. باتريك، هاو داز ات فيل اور ديد ات فيل when you officially were told that Patrick you will play and you will represent Egypt in the World Cup? Wow, I mean, so many happy emotions. Relieved that it was finished, because before, you know, when I talked to the coach, there was a very low chance that all the paperwork would be finished before World Cup would start. So I'm just very, very excited that I'm able to represent like such a beautiful country like Egypt. So excited, you know, and very... very happy. That's like the best way to describe it. Perfect. Yeah, you can find words. Okay, I'll translate. بقول له حسيت بإيه لما أول ما اتقال لك خلاص باتريك أنت هتلعب مع منتخب مصر والورق خلص؟ قال لي مجموعة كبيرة من الأحاسيس السعيدة حسيتها. قال إنه حاجة كبيرة قوي، لأن أنا كنت بتكلم مع المدرب بتاعي فكان قايل لي إن فرصي إن أنا ألحق والورق يخلص وانضم للمنتخب فرص قليلة قوي، والناس كلها كانت شغالة على إن هي تخلص الورق. فأول ما عرفت ده أنا سعيد جدا إن أنا هأمثل منتخب مصر وهأمثل منتخب بلد جميلة زي مصر. وفي الآخر قال أنا مش عارف اوصف، مش لاقي كلام ممكن اقوله عشان اعبر عن فرحتي بتمثيل منتخب مصر في بطوله كاس العالم باذن الله. اوكي باتريك، if we go back to the start of the process, how did it start? Who called you? Who asked you to if you want to represent the Egyptian national team? How does it start? So wow, that's a good question. So I've always wanted to play for the team, but I never knew who to talk to, or because I didn't have any connections with anyone from the team. Yeah. So you know, I when I went to my school in St. Michael's, I played against someone who is Egyptian, and he's on the team right now. It's such a small world. Yeah. It's Omar El Sheikh. Omar El Sheikh. Yes. Yes. Great person. By the way, yeah. And after the game, I talked with him. I got his social media, and we texted for a little. And you know, we became friends. And I just asked him, you know, about if perhaps I could ever play on the Egyptian team. Just throwing the question out there, not expecting anything crazy. Yeah. And this was last year, so 2022. And, you know, eventually he reached out to the coaching staff here, and someone got in touch with me. Yeah, Coach Mohammed Salim, I think, is the, yes. the Egyptian coach, yes? Yeah, yeah. Yes, and he got me in touch with Coach Roy. We talked for a little, but nothing really kind of worked out last year, just timing or, you know, roster issues, I think. But Coach Roy was interested in, and I got to know him a little last year. Yeah. And then this year, he, you know, talked to my agent, and it all worked out perfectly. Yeah. So. Yeah, perfect. Okay, you know, in life, crazy things happen. Yes. Yeah. It's crazy. So, okay, let me translate this. Okay, yeah. أنا بقول له yeah. أنا بقول لباتريك يعني تعال نرجع لورا شوية، إزاي بدأت أساسا المفاوضات على إن إزاي وصلتوا لبعض أنت ومنتخب مصر إن أنت يبقى لاعب مصري لكن معهوش الجنسية ممكن نضمه للمنتخب؟ قال لي ده سؤال جميل قوي، مبسوط ان انت سالته. يعني بيقول لي انا بلعب في امريكا عادي جدا، وانا طول عمري بقول انا ازاي العب في منتخب مصر، بطرح السؤال ده على نفسي، انا مصري ازاي ممكن انضم لمنتخب مصر؟ فبالصدفه لان الدنيا صغيره معايا في الفريق في الجامعه، فريق الجامعات في امريكا، لاعب مصري اللي هو معايا في المنتخب دلوقتي لان الدنيا صغيره، عمر الشيخ، وراح قال جمله استدراكيه. بالمناسبه عمر ده شخصيه عظيمه جدا. قال سالت عمر قلت له انا ازاي ممكن انضم للمنتخب؟ فقال لي يا ريت
فحاول ان هو يبدا بقى يوصلني بالكوتشنج ستاف بالجهاز الفني للمنتخب. فقلت له اه كابتن محمد سليم اللي هو العنصر المصري هو اللي حاول. قال لي مظبوط اللي هو المدرب العام طبعا. قال لي اه فاتكلمت معاه وراح هو موصلني بالكوتش روي رانا وبدات الاتصالات. والكلام ده كان السنه اللي فاتت في سنه 2022، لكن بعدها بسبب مشاكل في القايمه وكده الكلام وقف لغايه ما رجعنا بقى السنه دي. بدات المفاوضات من جديد او التواصل من جديد، اتكلموا مع وكيله وبدات اجراءات مجنونه حصلت وتحولت فيها من حلم الى حقيقه انه اصبح لاعبا في منتخب مصر. Do you have any memories with Egypt when you were a child maybe, Patrick? Yes, so I used to spend the summers in Egypt in high school. My mom, I'd spend it with my three little siblings too. And, you know, we'd spend time with Cairo seeing family. And then also we'd take some vacation time and go to the Red Sea. And also up north on the north coast and Sahel too. All of it was amazing. So I have a lot of good memories, but fortunately, the last time I was in Egypt, it was a long time since high school. Yeah. So that's something, you know, that I was very sad about not being in Egypt. But now that I'm here, it's like I never left. Yeah. It's totally different now, huh? Oh yeah. I mean, it's gotten like much better. Yeah. Perfect. Okay. So do you have, when you used to come to Egypt the last time, it was in high school, as you said, did you have a favorite team? Egyptian team? Yeah. Yeah. I think, Al Ahli. Al Ahli. Yes. I had soccer jerseys, well, football jerseys. and I would always wear them. So my mom would always get me. Yeah, by which name? Do you remember the jersey's name? My favorite team. With which player? Patrick. الصورة معلقة، الاتصال متوقف دلوقتي، فأعتقد هنرجع مرة تانية. Patrick, you're here. Yeah, okay. We yes, found yes, you again. So do you remember the name on the jersey of football you used to wear of Al Ahli? So unfortunately, there was no jersey number. It was just Ahli jersey. Red. Okay, let me translate this. أنا سألته يعني أنت هل ليك ذكريات وأنت طفل مع مصر بقى بما إنك؟ قال لي أنا كنت باجي دايما كل صيف وأنا في أمريكا باجي مع والدتي وإخواتي على مصر، وكنا بنبقى قاعدين في القاهرة وكنا بنقضي أجازات سواء في البحر الأحمر أو في الساحل الشمالي، وكنا بيبقى ليا دايما في ذكريات طبعا طفولة، لكن آخر مرة جيت مصر كان وأنا في ثانوية عامة، وبالتالي أول مرة أجي مصر كانت في الأيام اللي فاتت من ساعة ثانوية عامة، والدنيا اختلفت كتير وكأني ما جيتش قبل كده. تروز إيه بقى الاختلاف؟ قال لي لا الدنيا اتغيرت وبقت أحسن كتير على مستوى العيشة في مصر وعلى مستوى إن العالم اتغير ومصر اتغيرت بشكل عام. أوكي ليتس جو تو، وسألته طبعا على هل كان ليك فريق مفضل في مصر وانت بقى في ثانوية عامة، فقال لي الأهلي. والدته كانت دايما بتجيب له تيشيرتات الاهلي، فقلت له هل في لعيب معين كنت بتلبس تيشيرتاته؟ قال لي لا دايما ما بيكونش فيها عليها ارقام، لكن هي تيشيرتات الاهلي، فهو كان فريق المفضل في الوقت اللي كنت باجي فيه مصر. Let's go to basketball, Patrick. How yes. How did you see, you played two friendly games with the Egyptian team back in China and Georgia in Italy. How did it go? The chemistry, if I can say, between a new player with the other players in the roster? So, chemistry. I think the chemistry is great, in my opinion, because everyone is so welcoming. It's like I've known the players my whole life, it feels like. And whenever... even today, when I came to Dubai today, everyone was so happy to see me. I was so happy to see them, and everyone's always there to help me because sometimes there's a language barrier too. I'm still learning Arabic, and they're so nice to me, and they always invite me to hang out with them, even in the beginning too.
But on the court too, everyone's a hard worker. Everyone listens to the coaches. And when someone makes a mistake too, we all try to help each other, which is great. And, you know, since I'm new to the team, everyone's learning. Mm. I'm learning how they play and they're learning how I play. Yeah. But everyone's very eager to help each other, which yeah. is really good. Perfect. Okay, let me translate before the last question. With Patrick, سألت باتريك على أنت لعبت ماتشين وديين مع منتخبنا في معسكر إيطاليا اللي هو كان قدام جورجيا والصين. كلمني عن الكيمياء ما بين لعيب لسه بينضم جديد وباقي القائمة في المنتخب. قال لي الكيمياء كانت ممتازة الحقيقة, أن اللعيبة كلها بتساعدني بكل الأشكال. حتى لما جيت مصر, لما جيت دبي, لما وصلت لهم في المعسكر دلوقتي كلهم رحبوا بيا بسعادة وكانوا مبسوطين جدا أن أنا نجحت في إنهاء الأوراق بتاعتي وبقيت موجود ضمنهم. قال حتى على مستوى بسبب في بعض المشاكل العوائق على مستوى اللغة أنا بتعلم لسه عربي, كلهم بيجوا يساعدوني في أي قصة أو في أي معلومة أو في أي نقاش بيجوا يترجمولي. واتكلم كمان على أنه حتى جوه الملعب التيم كله بيساعد بعضه, كلهم بيحاولوا أنهم يحلوا المشاكل لبعض. لو حد وقع في غلط كله بيحاول أنه يساند. فبيقول أن العلاقة ممتازة وأنه هو سعيد جدا بهذا الأمر. باتريك, last question. Unless that maybe in 15 or in 10 days we'll start our campaign in the World Cup in Philippines. So how do you see our chances in this competition? I see our chances going up every day. Mm. And I'm so confident in my teammates. I think we have a real shot, and each game we play we get a little bit better. Because we want to be playing our best basketball against our first game against Lithuania. So I'm very excited. I think our chances are really high, and we just take one game at a time. You know, it's everyone wants to win it, but you just got to play that first game and do our best. And I'm so excited to represent Egypt with my teammates and coaching staff. Yeah, and we are very excited. I'm very happy that the process is done, and we are wishing you all the best, you and all the team. Inshallah, you will get the best results in the World Cup. Inshallah. Thank you so much for having me. Thank you, Patrick. Good luck, and say hi to all the family and the players as well. Of course. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. See you. Okay. في الآخر سألته على توقعاته بقى لمشوارنا. إحنا مشوار مصر هنبدأ يوم 25 أغسطس في بطولة العالم. فقال لي إنه كل يوم بنحس إن فرصنا بتزيد. العلاقة ما بيننا وإحنا حتى في النقاشات اللي بنتكلم فيها بنتكلم طول الوقت على أهم حاجة ضربة البداية مواجهة ليتوانيا. ده ما بتجيلكش غير فرصة مرة واحدة, ماتش واحد العبه وحاول تكسب. ساعتها أنا وإحنا كلنا بقينا متحمسين وعندنا رغبة في إن إحنا نحقق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم لكرة السلة اللي هتنطلق قبل نهاية الشهر الجاري بإذن الله. وقال إنه من جديد سعيد جدا بإنه سيمثل منتخب مصر. باتريك يوسف اللاعب المصري المنضم حديثا إلى المنتخب بعد إنهاء إجراءات حصوله على الجواز المصري. سريعا جدا قبل ما نرحب بنجم من نجوم الموسم على مستوى الكرة المصرية وهو أحمد الشيخ رابع هدافي المسابقة من أول الموسم لحد آخره كان بينافس على لقب الهداف اللي توج بيه في النهاية مابولولو. أحمد الشيخ نجم غزل المحلة السابق والمنضم حديثا إلى طلائع الجيش هيكون ضيفنا بعد دقائق قليلة. النهاردة النادي الأهلي طلع بيان بيطالب فيه اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في الموسم الجديد في كل الماتشات لكل الأندية. بيان الأهلي جيب أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري يطالب فيه أو يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد. النادي أكد في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات, خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري
وتحديد قيمتها السوقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها. طبعا الأهلي اللي عجبني في البيان انه الطلب مش طلب خاص، مش عايز مثلا في ماتشات القارية، مش عايز مثلا في نهائي بطولة، انا بأطالب ليا ولكل أندية الدوري علشان مصلحة الجميع، مصلحة الدوري كله من الناحية السوقية وتصنيف المسابقات، ومصلحة الأندية كلها ان يكون في عائد كمان مادي من التذاكر، ده عائد محرومة منه الأندية في ظل أزمات اقتصادية. فهو كمان بيجدد على مستوى الثقة، لأن بالفعل وقت الارتباطات الهامة في الموسم اللي فات سواء للأهلي أو للمنتخبات أو للزمالك حتى على مستوى مشاركات القارية كان بتلاقي كامل العدد وبلا مشكلات. فبهذه الثقة نبني عليها، بيطالب الأهلي بأن الموسم اللي جاي يكون الدوري بحضور جماهيري. طبعا بيكون لها حسابات وبيكون لها أمور أمنية ربما بعيدة عن علمنا إحنا بشكل كامل، لكن هو المهم أن بالفعل يحصل التواصل وأن يكون فيه المحاولات الدائمة والضمانات والقرارات، والضمانات دي بتبقى من خلال لوائح علشان ما يحصلش أي مشاكل، ولو حصل مشاكل إزاي تبقى بتواجه سواء أمنيا أو بتواجه كمان لائحيا كي لا تتكرر. أنا بشوف أنه بيان ناجح جدا، وأتمنى أن الاتحاد يكون أساسا شغال على الموضوع ده من نفسه، وأنا عارف أن الرابطة بتحاول تشتغل على ده، وهي مدركة أن العدد بتاع 6000 ده رقم قليل جدا قياسا بحجم الدوري المصري الممتاز. والأهلي طبعا ده بيجي كبيان بعد كمان المقارنة اللي كانت حصلت الأيام اللي فاتت على مستوى الحضور الجماهيري هنا وفي السعودية، وإحنا متفقين إن الحضور الجماهيري الكثيف من أهم أسباب زيادة قيمة أي مسابقة وزيادة إثارتها. وعلى الناحية الفنية كمان الحضور الجماهيري بيدي طاقة وبيدي حماس وبيدي اللعيبة كمان رغبة في الظهور أكتر، وبالتالي فنيات بتفيد الكرة المصرية بشكل عام زي ما حضراتكم عارفين. جدد الأهلي رسميا لمحمد مجدي أفشة لمدة 3 سنوات. امبارح قلت لكم من خلال برنامج الماتش هنا، قلنا انه بلا اي مشكلات وبلا اي طلبات محمد مجدي أفشة قريب من التجديد مع الأهلي. ما عداش 24 ساعة بل عدى 12 ساعة تقريبا، وأعلن الأهلي تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة 3 سنوات. الخبر الرسمي اللي نازل من عند الأهلي انه وقع على بياض وترك التقدير المالي للنادي اللي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل. كلمة على بياض دي أعتقد طول الوقت بتبقى يعني عاملة نقاش، وإزاي حصل ويعني إيه على بياض. الفيف برو نفسه كان قال للعيبة الأجانب وانتوا رايحين مصر اوعوا توقعوا على بياض، لكن بشكل عام بقى فكرة الثقة اللي ما بين لاعب وناديه هي اللي بتبين كلمة على بياض دي، وإن كانت بصراحة مش مصطلح احترافي. الأهلي من أكتر الأندية بل أكتر نادي محترف في مصر، فعلى بياض ده بيبقى الغرض منه إظهار العلاقة الجيدة وإظهار التقدير للاعب قدام الجمهور، لكن كلمة على بياض والقصة دي كلها مش كلمة محترفة بشكل عام، علشان نبقى بس بنشرح القصة بالشكل ده. لكن هل هو تم على بياض؟ حقيقي ده حصل، يعني اللي حصل ان محمد مجدي أفشة تقال له عايزين نجدد، قال لهم تمام، مضى، وبعديها اتقال له ما تقلقش احنا هنحط الرقم تمام، وده اللي حصل بالفعل ما بين أفشة والنادي الأهلي. محمد هاني هو القادم، محمد هاني هو اللاعب القادم اللي هتشوف الأهلي بيعلن عن تجديد التعاقد معه خلال مش عارف أقول الساعات ولا الأيام، لكن الفترة القصيرة اللي جاية محمد هاني سيكون بعقد جديد، وهو عقده الحالي بينتهي بنهاية الموسم المقبل. ملف علي معلول بدأ فتحه، اللاعب عقده بينتهي بنهاية الموسم المقبل، هو الآخر لاعب بقى هيبدأ تجربة جديدة، اللاعب هيجدد مع الأهلي سنة ولا سنتين ولا قد إيه، ده كله بدأ الأمر دلوقتي في النقاش حوله بالنسبة لأحد أهم المحترفين في تاريخ النادي الأهلي. طارق حامد بحسب التقارير السعودية، تحديدا صحيفة عكاظ وهي من الصحف الموثوقة في المملكة العربية السعودية، إنه سيترك الاتحاد السعودي. النهاردة ما كانش موجود في قائمة الفريق اللي لعبت، وسينضم إلى ضمك السعودي بإذن الله لمدة سنة قابلة للزيادة لمدة سنة أخرى. بتكلم هنا على بطل الدوري السعودي في السنة اللي فاتت، واللي لحد آخر يوم في المسابقات تعرض حتى لإصابة بالغة في وجهه
خلال الأيام القليلة الماضية بسبب روحه وحماسه وأدواره الفنية اللي بتتوج دايما بالنجاحات والألقاب مع أي فريق بيكون فيه. بالتوفيق بإذن الله لطارق حامد إن شاء الله. على مستوى الزمالك، الكابتن طارق يحيى أعلن رحيله عن القلعة البيضاء سواء في قطاع الناشئين أو مدرسة الكورة، بعد ما يعني هو قرر انه يمشي، قال لظروف خارجه عن الاراده ابتعد عن العمل في احب الاماكن. الايام اللي فاتت كان في كلام على مكالمه مسربه وهو بيتكلم في ان احنا ملناش دور وان مش مسؤوليتنا احنا المشاكل اللي جوه نادي الزمالك، فالناس ربطت ما بين الحالتين. انما في النهايه الكابتن طارق يحيى طبعا نجم من اهم نجوم الكره المصريه ونادي الزمالك عبر تاريخه. احمد عيد لاعب الزمالك المعار الى امبي، واللي امبي كان حاول يجدد او يحول الاعاره الى بيع، والزمالك واللاعب راح اتمرن مع الزمالك، امبي اشتكى، خضع الى التحقيقات. اللاعب اتقال له انت وقعت على عقد نهائي مع امبي؟ قال لهم لا، ما وقعتش على اي عقد نهائي مع امبي. اتقال له انت كنت اعاره وبنيه البيع؟ قال لهم اه، لكن ما مطلتش ولا اتفقت على ان انا هجدد، وانا كانت رغبتي واضحه ان انا ارجع للزمالك. قال انا بحترم امبي، ما عملتش اي مشكله اثناء تواجدي وحتى خلال فتره الاعاره. قال له ان اتحاد الكره هينتظر لحين حل ازمه القيد بالزمالك، وبعدها هيتم قيده بصوره طبيعيه بقائمه الفريق الابيض. الزمالك بيدرس بقى دلوقتي انه بيعتبر احمد عيد زي اسامه يوسف اوباما، وان يعتبر لاعب راجع من الاعاره وبالتالي يتم قيده بدون الحاجه الى فك القيد. الزمالك برضو محتاج اي لعيب بالنظر لان مشكله القيد مش مضمون، يعني هتخلص امتى وهتخلص ولا لا، ولو هتخلص امتى، دي المشكله اللي مخليه الزمالك متمسك باللاعبين العائدين من الاعارات وضروره قيدهم سريعا. الزمالك على مستوى الصفقات وعلى مستوى تجديد التعاقدات، الاتفاق تم على انه في الايام القليله اللي جايه هيبدا بقى حسم ملف محمد صبحي واحمد فتوح بصوره نهائيه، يبدا بقى الكلام في الفلوس والمستحقات والقيمه والمده. احمد فتوح قلت لكم ان هو موافق لكن عايز عقد معين برقم معين وقبليه ياخد المستحقات القديمه، وان هو متحمس للاستمرار مع الزمالك. نفس القصه بالنسبه لمحمد صبحي اللي موافق يجدد على بياض بحسب المعلومات اللي بتجيلنا، نفس كلمه على بياض. طيب اتحاد اليد امبارح او اول امبارح وقبلها بيومين بيتكلم معانا في انه الزمالك مش هيسافر البطوله العربيه الا اذا عمل اربع حاجات: مستحقات الاجانب، مستحقات المدرب الاجنبي، مستحقات اللاعبين اللي مقدمين شكوى، مستحقات الزمالك الاتحاد المتاخره على الزمالك. فطلع امبارح كلام بالليل انه الاتحاد الازمه اتحلت وان الزمالك مسافر البطوله العربيه. سالنا اتحاد اليد تاني قال لنا على وضعنا، لما ينفذ الزمالك الاربع شروط يسافر، ما نفذهاش مش هينفع يسافر، فالوضع بحسب اتحاد اليد على ما هو عليه حتى الان. قبل الفاصل، منتخبنا الوطني الاولمبي هيلعب مع اوزبكستان في اكتوبر اللي جاي استعدادا للاولمبياد في التوقف الدولي. ميكالي اتحاد الكره هيكلفه بحسب معلوماتنا بالاشراف، غير انه مدير فني لمنتخب مصر الاولمبي، على منتخبات 2005 2007 2009. طبعا هو اسم كبير قوي وعلى مستوى خبراته في الفئات العمريه الادنى اسم فعلا عنده قدرات هائله، واللي ظهر في المنتخب الاولمبي والتاهل للاولمبياد مش من فراغ بل من لعيبه رجاله ومدرب قادر على التعامل مع المستويات المختلفه من اللاعبين. اما وده اخيرا على مستوى احتياجات ميكالي من اللاعبين الثلاثة اللي فوق السن في الأولمبياد، الأولوية رايحة مع محمد صلاح لأنه لسه في نقاشات مع ليفربول أن يكون في لاعب خط وسط يعوض محمود صابر اللي هيبقى موقوف أول ماتشين بسبب الطرد في ماتش المغرب، وأن يكون كمان في مساك يكون موجود ضمن الاختيارات. لسه ما تحددتش الأسماء لكن دي أبرز المراكز المتوقع أن يضم فيها لاعبين كبار مستر ميكالي. لو ما انضمش صلاح ممكن يجيب جناح تاني عنده قدرة على الأهداف أو حارس مرمى. دي أفكار ميكالي بالترتيب وجهازه الفني قبل أولمبياد باريس 24. بعد الفاصل، الكابتن أحمد الشيخ نجم غزل المحلة في الموسم المنقضي ونجم منتظر في طلائع الجيش الموسم الجديد هو ضيفنا في الماتش. خليكم معنا.
صورة الكابتن بيلعب كورة وعنده بتر في رجله، فدخلت استغربت انت عندك بتر ازاي بتلعب كورة، ما انا نفس الحكاية. فدخلت سألته وكلمت معاه قلت له انت ازاي بتلعب كورة وعندك بتر، عشان حصل معي 1 2 3 وانا موطلعش ولا عارفة اي حاجة. راح قال لي انا ده في كتير وفي شباب كتير، ده احنا اكتر من 200 شاب وبيلعبوا كورة وناس كتيرة. وراح عمل جروب مخصوص للبنات وعرفني عليهم. بصحى كل يوم من الساعة 4 الفجر كل جمعة، بركب القطر بوصل هناك الساعة 10، بروح في نادي المقاولين بقعد لغاية الساعة 2 لغاية ما ميعاد التدريب يبدأ، بنتدرب لغاية الساعة 4:30 وبعد كده ارجع تاني على المحطة استنى القطر ووصل البيبة الساعة 10 بالليل. دور الأسرة هي ماما وقفت معايا كتير، وبابا كان كله بيقول لي ازاي هي هتروح لوحديها، وكله كان رافض الفكرة، بس انا كنت متدمرة فهم وقفوا معايا. لا هم صمموا اللي خليني انا اروح مصر واتدرب. احنا بنطالب اللي احنا يتعمل لنا فريق واللي هم يهتموا بينا. فريق الشباب الحمد لله كمل ويلعبوا، بس احنا عايزين نهتم شوية في فريق البنات وعايزين نكمل العدد. والصعوبات كلهم هناك من القاهرة، انا بس من بني سويف، فهم من القاهره سهل عليهم يعني. رحت فعلا معاها وقابلت كابتن محمود وكابتن سيف والشباب كله منك وكابتن مريم وكابتن عزه، ناس في منتهى الاحترام وجد، ولقيت معنا فعلا حاجه فرحت، لقيت نفسها في وسطيهم. يعني اللي بتلاقي حاسه هي بتبقى حاسه بالنقص مع ناس بره، لكن في وسطيهم حاسه ان هي مش مفيش نقص، زيها زيهم. وحالتها النفسيه بدات تيجي معاهم وبقت فرحانه وكويسه. رحت معاها مره واثنين وبعد كده بدا معاها التدريب، ومن ساعتها بقى ماشيه معاهم. عرفنا تواجدها وعندنا هنا في المركز، وعرفنا القصه بتاعتها وقد ايه هي كافحت عشان توصل لكده. فطبعا كان شرف لينا ان هي تتواجد معانا، توصلنا كمجلس اداره في خلال بضع دقائق تقريبا يعني، وخدنا قرار ان الندى تبقى معانا هنا عضوه باذن الله، وشرف لينا، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها للندى يعني، وان النماذج اللي زي نادي. طبعا اولا بشكر كل صحفي واعلامي محافظه بني سويف ان هم اللي عرفونا على ندى، وكان لينا الفخر والشرف ان احنا اول مركز تنميه شبابيه يديها عضويه فخريه، آملين في الله سبحانه وتعالى وآملين في ندى انها تكون بطله اولمبيه من ابناء مركز التنميه الشبابيه بشرق نيل محافظه بني سويف. اهلا بكم مره تانية في الماتش. احد ابرز الهدافين في الموسم اللي خلص من الدوري المصري الممتاز لفت الانظار من اول يوم في المسابقه بسبب المستوى اللي قدمه هو وفريقه من بدايه الموسم. فضل على قمه صداره هدافي المسابقه لفترات طويله، ولحد النهايه كان بينافس على اللقب، لكن في النهايه توج بيما بولولو، وكانت النهايه مش سعيده بكل تاكيد، لانه لقب الهداف لم يتوج به وفريقه هبط من الممتاز إلى الدرجة الأدنى دوري المحترفين. أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة اللي تألق الموسم المنقضي والمنضم حديثا إلى طلائع الجيش وضيفنا، أهلا وسهلا بك يا أحمد. أهلا بك كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله منور. مبسوط إن أنا معك والله. أنا كمان مبسوط جدا وبشكرك على تلبية دعوتنا. والأول عايز أسألك عامل إيه في الأجازة؟ ولا بداتوا؟ لا بدانا ده تاني اسبوع لينا، بادئين تمرين ومركزين ان شاء الله نعمل موسم كويس السنه دي ان شاء الله. الاجازه بقى نفسها عملت فيها ايه؟ اتبسطت؟ سافرت غيرت جو انا ومراتي وبنتي. كنت لازم طبعا، لان انت عارف الدوري كان مضغوط كمان السنه اللي فاتت، ما كانش في فتره ان انا ابقى معاهم يعني. فحاولت ان انا اخرجهم شويه يعني. ربنا يخليهم لك باذن الله ويخليكم لبعض. وهبدا معاك بقى من فكره الاستعداد للموسم الجديد مع طلائع الجيش. بقى لكم اسبوعين بتتمرنوا، الطموحات عامله ازاي؟ الموسم قبل اللي فات ده كان فريق في المربع الذهبي، الموسم اللي بعده قعد ينافس عشان يبقى في المسابقه لحد الاخر. تمام. انتوا كلعيبه دلوقتي سواء الجداد او القدام باصين للموسم اللي جاي ازاي؟ لا هو دايما كابتن ابراهيم بيتكلم معانا يعني مع اللعيبه عموما، وانت حضرتك برضو شايف ان الدوري كل سنه بيبقى اصعب من اللي قبله. السنه اللي فاتت غير السنه اللي قبلها غير السنه دي، والسنه دي خصوصا ان الفرق مدعمه كويس. فرق كتير جايبين لعيبه كويسه جدا. والفرق كلها بدات تركز. عندها تيم كويس، لا عايزه احسن، تجيب لعيبه احسن. فالفرق الدوري السنه الجايه كمان، ده السنه اللي هتبدا دي هيبقى صعب جدا جدا. هيبقى صعب طبعا.
انت انضمامك لطلائع الجيش الكابتن عبد الحميد بسيوني هو اللي كان ليه يد فيه باعتباره انه دربك في المحله، ولا الموضوع مش ازاي؟ اكيد طبعا، انا جيت الاول مضيت مع اللي هو ايمن، خلصت معاه كل حاجه، وطبعا الكابتن عبد الحميد جه اكيد اكيد للكابتن عبد الحميد ليه راي طبعا في الموضوع وبيوافق طبعا على الصفقات اللي هم بيعملوها، اكيد يبقى ليه نظره، وانا فعلا لعبت معاه في غزل المحله واكيد هو طبعا موافق ان انا ابقى موجود. يعني طبيعه علاقتكم كانت عامله ازاي في المحله؟ لا كويسه، يعني ده اكيد بيدي مؤشر بالنسبه لك وانت بتلعب فريق جديد ان المدرب ده انا عارفه، فعارف التعامل عامل ازاي معاه. اكيد طبعا، انا كل اللي بيني بيبقى بين اي مدرب الملعب. اكيد هو لو شايف ان احمد مثلا ما ينفعش يبقى موجود كان رفض. لا، انما هو رحب، ودي حاجه تشرفني طبعا ان انا ابقى موجود معاهم في طلائع الجيش. يعني انضميت انت وحميد معه؟ انا وحميد، يعني جايين من المحله مع بعض. اعتقد دول الصفقتين الوحيدتين اللي تم الاعلان عنهم يمكن لغايه دلوقتي في الطلائع. في طبعا في لعيبه كمان، اتنين لعيبه من الترسانة، عمر ووحيد يسري. ايوه، دول برضو موجودين معانا، غير اللعيبه بقى اللي موجود كانت موجوده وخلصوها بشكل رسمي، بقوا كاملين مع الفرقه. خط هجوم برضو فيه اسامي، يعني لو هتكلم عليك انت وكريم طارق، مش عايز انسى حد، واحمد سمير ومحمود الوادي. محمود مكمل برضو مع الفريق؟ لا صح؟ محمود مش مكمل. مش مكمل؟ كريم حلاوه. كريم حلاوه لعيبه كتير، انا مش عايز انسى حد، وشحاته، ولاعيبه كتير، لعيبه كتير موجوده من السنه اللي فاتت، يعني لعيبه كويسه، ونتمنى ان احنا يعني نكون اضافه كمان معاهم ان شاء الله، يعني باذن الله. النهايه كانت صعبه قوي، ما كانتش متوقعه ابدا. فرقه في الدور الاول كانت في وقت ان لو قد بنسال هم قادرين ينافسوا على الدوري لحد الاخر ولا لا، في اخر الدوري بتهبط من الممتاز الى الدرجه الادنى، بتكلم على غزل المحله. ازاي عشتوا الموسم ده من اوله بحلاوته دي مع النهايه كمان حزينه؟ اكيد لا، هي البدايه صراحه يعني ولا اروع، يعني البدايه حاجه الناس يعني كمان ما كانتش متوقعه ان المحله تمشي بالشكل ده. احنا كنا ماشيين كويس جدا الدور الاولاني، جايبين 26 بونت، عاملين ماتشات كويسه جدا مع بابا فاسيليو لما بدا معانا، ماتشات كتير، وكمان بنلعب كوره. يعني كنا بنكسب وبنلعب كوره. حتى الماتشات اللي كنا بنخسر فيها كان بيبقى شكلنا كويس. صح. وبنلعب. الدور الثاني، لا الدور الثاني يعني مش عارف ايه اللي حصل، يعني حصل حاجات كتير كتير جدا تخلي اي فرقه تقع. انتوا كنتوا عارفين، شايفين بنفسكم اسباب ممكن توقع اي فريق؟ اكيد اكيد، اي يعني في حاجات يا كابتن بتحصل بره الملعب. في حاجات بره الملعب ممكن تاثر على اوضه اللبس وعلى اللعيبه وعلى الملعب زي ايه؟ وتخلي حاجات كتير يعني ممكن في ناس كان لها مصالح شخصيه ان الفرقه ما تبقاش موجوده. ناس من جوه؟ اكيد من جوه ومن بره وناس كتير. طب اشرح لي حتى لو من غير ما تقول اسماء، يعني أكيد ايه حد ليه مصلحه شخصيه في أكيد هبوط الفريق؟ اكيد ما ينفعش اقول اسماء، بس في حاجات كانت بتبقى ضد مصلحه الفرقه. زي ايه؟ شخصيه. حاجات شخصية. حاجات شخصية اللي هو يعني قرارات. بس القرارات دي مش في مصلحة الفرقة، مش لمصلحة مش في مصلحة النادي. القرارات دي بتبقى جاية من الإدارة أكيد. وأنتوا كنتوا بتتعاملوا معاها إزاي كلاعبين؟ إحنا لينا الملعب بس. ما نقدرش نتدخل في أي قرارات. مين اللي موجود؟ مين اللي ماشي؟ مين اللي مكمل معانا؟ مين اللي مش مكمل معانا؟ كل الحاجات دي ما نقدرش احنا نتكلم فيها. احنا كان لينا الملعب بس. بس احنا في الفترة الأخيرة ما كناش مرتاحين. ما كنتوش مرتاحين؟ لا لا، مش بس على المستوى المادي، كان عامل مشاكل كمان؟ في الأول كان عامل مشكلة. في الأول. لكن بعد كده بقى متظبط. بعد كده اتظبط. وطبعا بقى الدور الثاني لما بدأ وخسارة والكلام ده ما كانش بقى في ماديات، لأن أنت عارف الخسارة ما تقدرش أنت حتى كلاعيب تتكلم في حاجة. ما تقدرش، احنا كنا اهم حاجه عندنا ان احنا نحاول نخرج من اللي احنا فيه. وفي دلائل كتير على الكلام اللي انا بقوله، ان خصوصا كمان سيبك من كل الماتشات، الماتش الاخير. ماتش حرس الحدود. مظبوط. احنا مضيعين الشوط الاولاني حوالي 12 جول. لا، جوان يعني ما فيهاش. ومش عايزه تخش. اكيد ده مش طبيعي. اكيد ده مش حاجه طبيعيه. ممكن يبقى ايه؟ لو مش طبيعي فهو ايه؟ حاجات عقاب استاهلتوه مثلا؟ ممكن. آه. ومش بقول إن إحنا كلاعيبة ما قصرناش، لا أكيد قصرنا برضه.
اكيد اثروا. علاقتكم مع بعض كلعيبه كانت عامله ازاي في مرحله التحول من البدايه الحلوه قوي دي للتذبذب اللي وصل لحد الهبوط؟ انا انت لعيب من اللعيبه الكبار اللي في الفرقه يعني. انا لحد بابا فاسيليو ما مشي معانا وحس ان الدنيا اتحولت اول ما مشي إيه بابا فاسيليو. اتحولت ازاي؟ في علاقه اللعيبه ببعض؟ في كل حاجه. في الملعب، بره الملعب، في اوضه اللبس، في الاداره، حاجات كتير اتغيرت. كنتوا حاسينها بنفسكم كلعيبه؟ انا نفسي، انا اتكلم عن نفسي، انا ما كنتش حاسس باستقرار من بعد ما الراجل مشي. مش حاسس باستقرار في الفريق. ايه اللي كان بيوفره بابا فاسيليو علشان يحصل الدروب الكبير ده من بعد ما مشي وعن مرحله قبل ما يمشي؟ لا، الراجل لما كان موجود ما كانش في اوضه اللبس ما كانش فيه حاجه. الراجل عارف يسيطر على اوضه اللبس كويس. حتى كابتن رضا لما جه اول حاجه قالها في مشاكل كتير في اوضه اللبس. قال كده؟ قال في مشاكل كتير في اوضه اللبس. المشاكل اللي بتكون جوه اوضه اللبس دي يعني بحسب معلوماتي يا اما مثلا شلل جوه الفرقه، يا اما مثلا اللعيبه مش عندها الحماس فالمدرب بيتعاملوا مع المدرب بطريقه وحشه. يعني ايه نوع العلاقه الوحشه اللي كانت جوه غرفه اللبس؟ بص يا كابتن، هي مش علاقه وحشه. احنا اللعيبه كلنا بنحب بعض، ما عندناش مشكله. بس لما لعيب بيبقى يحس انه مصدوم شويه، لعيب يحس انه بيعمل كل اللي عليه، ولعيب تاني مهما عمل هيلعب. مفهوم. في حاجات كتير بتبقى جوه الفرقه بتزعل اللعيبه في الفرقه. مفهوم. وهو مش بيبقى قاصد خالص ان هو مثلا يعمل مشكله او يبقى او يخلي الفرقه تنزل او الكلام ده خالص. هو بيزعل عشان نفسه، بيحبط. بالظبط. انت ممكن تحتاجه بس مش هتلاقيه. فاهمني؟ فاهم. انت مستواك حسيت في لحظه من اللحظات في الموسم انه تراجع لاسباب بره احمد الشيخ؟ بره الملعب. بره الملعب ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، المشاكل اللي جوه الفرقه دي بره الكوره هي مش اثرت عليها لوحدي. ايوه، على الفرقه كلها. على الفرقه كلها. والدليل ان احنا الدور الاولاني 26 بونت، اداء محترم. الناس كلها بتتكلم على الغزل المحله والكوره اللي بتلعبها والشكل اللي هم فيه السنه دي. والدور الثاني فرقه ثانيه خالص. اكيد دي مش كوره بس. اكيد مش كوره بس. مفهوم. بابا فاسيليو بعد ما مشي الكابتن عبد الباقي جمال، كان النظره انه المساعد بتاعه اللي حافظ طريقته استمراره هو الحاجه الانسب. ما كانش ده الناتج، ما شفناش نفس الناتج، اتغيرت فالنتائج سائت فالكابتن عبد الباقي مشي. كانت عامله ازاي الفتره دي؟ عايز اقول لك ان الكابتن عبد الباقي مدرب كويس جدا. حقيقة. وعنده فكر. بس هي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. ان ممكن يبقى في ناس معاه وفي ناس ضد. ضده مع المدرب؟ بالظبط. في ناس تبقى لا مش عايزينه. وفي ناس لا عايزينه. الناس دي بتبقى لعيبه؟ بره. لا، بره جوه النادي بس بره اللعيبه. بالظبط. مفهوم. وكمان الكلام كتير بره قوي في الصفحات والجمهور. فاهم. الناس اللي بتحب المحله، انا شايف ان هم كان مهما اللي موجود، انا بشجع المحله. صح. انا مش بشجع مدرب. صح. انا هقف في ظهر اي حد يبقى موجود عشان خاطر المكان ده ينجح. أيوه. مش فارق معايا مين اللي موجود. أيوه. انا فارق معايا ان المكان ده ينجح. مفهوم. المكان ده يبقى كويس. مفهوم. لا، كان في ناس مصلحتها ان المكان ده يبقى كويس. كنت انت نقطه منوره بالنسبه للمحله في الموسم، من ضمن الحاجات اللي كانت حلوه في الموسم الصعب اللي انتهى بالنهايه الوحشه دي، هو انك كنت على صداره اللقب بتاع الهدافين لفترات طويلة، تنزل تاني تطلع أول، تنزل تالت تطلع تاني، فكنت طول الموسم ماشي في الحتة دي. أنت بشكل شخصي شفت ده إزاي؟ وإيه اللي اختلف في الموسم اللي فات ده عن بقية المواسم اللي خليك توصل لحد المنافسة للنهاية على لقب الهداف؟ مبدئيا الموسم اللي فات ده بالأخص، ده موسم استثنائي بالنسبة لي. من أحسن مواسمي كمان يعني. مظبوط. طبعا توفيق من عند ربنا كبير. ثم تنظيم في كل حاجة. انت تنظيم من ناحيتك؟ تنظيم من شخصي، من بره الكوره، في البيت، في الاكل، في النوم، في كل حاجه، في التمرين. اديني روشته كده يعني. مثلا انا، وازاي اصلا قررت انك تتغير؟ يعني ايه اللي خلاك تقول انا هتغير ففجاه لما اتغيرت لقيت النتائج بقت مختلفه؟ هقول لحضرتك ايه اللي خلاني انا اتغير. انا اول ما جيت غزل المحل اول موسم مع كابتن خالد عيد لعبت، كنت هداف الفريق. كنت ماشي بصوره كويسه. السنه اللي بعدها
ما شاركتش كتير. آه. يمكن السنة اللي قبلها تاني سنة ليا في المحلة ما جبتش ولا هدف. آه. ما كنتش بشارك كتير. ف... مع مين ساعتها؟ أول الموسم جه كابتن عودة. أيوة. بعدها كابتن بسيوني. بعدها كابتن مصطفى عبده. ده الموسم قبل اللي فات. قبل اللي فات. مظبوط. دول الثلاث مدربين اللي كانوا موجودين. انا مشاركتش كتير وكمان ما كنتش بشارك بصفه اساسيه. كنت اغلب الماتشات او معظم الماتشات كنت بنزل بديل. تمام. في نهايه الموسم كنت حاسس ان انا مش هكمل يعني. فخلاص انا ما كانش قدامي حاجه، ما مش قدامي بقى الا هنزل بقى درجه والعب درجه ثانيه. فكملت في المحله الموسم اللي بعده، فقررت اخد الموسم ده تحدي بالنسبه لي انا. لا مش هينفع ان انا ابقى في المكان ده. مش هينفع ان انا ابقى كده. لا انا عايز ابقى احسن من كده. لا لازم اطور من نفسي. عملت ايه؟ مشيت مع دكتور تغذيه كويس. تمام. بتعامل معاه، نظم لي اكلي. تمرين في الجيم. حاجات مكملات والكلام ده كله طبعا مع دكتور التغذيه. تمام. تنظيم الاكل، النوم، التمرين. الكلام ده كله فعلا فرق معايا بشكل كبير. جاب نتيجه في قد ايه؟ وامتى بدات تحس انه لا انا فعلا شايف نتيجه الحياه المختلفه اللي انا عشتها؟ انا بالظبط شهر ونص كنت حاسس نفسي مختلف. وانا كنت بادئ كمان قبل ما الدوري يبدا في فتره الاعداد. كنت بدات مع الدكتور وفرق معايا وشفت ده في الماتشات الوديه. حسيت ان انا لا فت. انا فعلا جاهز. بالظبط. فعلا في حاجه مختلفه. اكيد لما تمشي بنظام غير لما انت ما تمشيش بنظام. تقريبا اول ثلاث ماتشات سجلت صح ولا اول اربع ماتشات؟ اول اربع ماتشات في الموسم سجلت، وكان خلاص بقت العاده بتاعتنا نبدا الجوله بان بالزبط. احمد الشيخ هيجيب يا ترى الجول في انهي دقيقه الماتش ده، وكانت اكيد كانت بتبقى احاسيس مختلفه بالنسبه لك كلاعب وانت بتشوف ده وبتشوف الناس بتكتب ايه عن واحد من اول الموسم دخل صراع الهدافين، مش كده؟ اكيد طبعا. يعني كانت حاجه بالنسبه لي كويسه، خصوصا ان ربنا بيكافئك على التعب اللي انت عملته. يعني حسيت ان انا تعبت، اجتهدت، عملت حاجه، عايز اعمل حاجه. مش عايز ابقى زي السنه اللي قبلها، لا انا عايز العب. عايز ابقى موجود. عايز الناس تقول لا احمد الشيخ موجود. فما كانش هينفع ده الا لما اتعب واعمل. مش هتعب مش هلاقي. مظبوط. هتتعب هتلاقي. صح. ففعلا هو ده، وربنا طبعا بعد كرم ربنا طبعا، يعني كرم ربنا كبير قوي عليا ان انا السنه اللي قبلها ولا هدف، السنه دي 11 هدف. صح. لا دي حاجه يعني، دي حاجه بتاكد لي لا ان انا اللي انا بعمله ده صح. قعدت فتره بقى الغزاره التهديفيه قلت، مش فتره في الموسم يعني حصلت. هنا انت بتتعامل ازاي من حاله البهجه وان المكنه شغاله وبعديها المكنه بتقف؟ بالظبط. ده بيأثر عليك ازاي او بتتعامل معاه ازاي؟ لا انا فعلا لما الفتره وقفت معايا في التهديف. عايز اقول لك ان التهديف ده مش بيبقى انا بس طبعا، فريق كامل بيوصلك. بالظبط. ده بيبقى بسبب زمايلي بعد ربنا. اكيد هم اللي بيساعدوني ان انا اعمل ده. فهي الفتره اللي انا قلت لحضرتك عليها ان احنا كنا سيئين فيها جدا. وكنا وحشين. طبيعي ان الناتج بتاع ان انت ما بتجيبش جوال. بالظبط. بالظبط. وكان بقى ضغط عليا انا كمان بالاخص، لان انا يعني يعتبر من هدافين الدوري وهداف الفريق. فكان ضغط عليا كمان من الجمهور. وانا كنت اعذرهم طبعا، لعيب كل ماتش بيجيب جون، ماتش بيجيب جونين، ماتش زي ماتش الجيش ده انا كنت قاعد بره. كنت قاعد على الدكه. اتهاجمت؟ لا كنت قاعد على الدكه. خسرانين 2-0. الشوط الاولاني نجيب جون، فانا نزلت اخر الشوط. لما جبتوا 3-2. معاذ الحناوي جاب جون. مظبوط. طلعنا 2-1. الشوط الثاني جبت جولين، جبت هدفين. الماتش خلص 3-2. فبالنسبه للجمهور لا خلاص، يعني احمد الشيخ لازم يجيب اهداف. مظبوط. فطبعا كان ضغط عليا جدا لما فتره ما عادش اجيب فيها هدف. مظبوط. كان ضغط عليا جامد جدا من الجمهور، انا اعذرهم طبعا. كان هجوم الجمهور بيوصل لحد الحاجات تجرحك؟ مش كل الناس. في ناس محترمه. في ناس محترمه كتير كانت بتتكلم باحترام وكانت دايما بتحاول تشجعني او تحاول تفوقني. ايوه مفهوم. وكان في ناس بقى طبعا وارد في الكوره، هو جمهور. صح. مش هتقدر تتكلم مع كل الناس يعني. ايوه. فبحترم ده وبحترم ده، انا ما عنديش مشكله خالص. وانت خلال الموسم شغال والاجوان بتجيبها وغيرك بيجيب اجوال وجدول الهدافين بيتغير ترتيبه، مره انت فوق ومره بتنزل درجه، ومابولولو بيجيب اجوال وزيزو ومحمد حمدي زكي، دول الاربعه يعني الاوائل بما فيهم انت.
هل كنت برضو بتتابع الجداول وبتشوف الماتش ده يعني انا ببقى عايز افهم اللعيب الهداف بيحسبها ازاي وهو بيلعب؟ طبعا طبعا اللي بينافس على الهداف طبعا بيشوف المنافس بتاعه فين جاب هدف ما جابش هدف بيعمل ايه. بس طبعا كلهم لعيبه كبار اللي انت ذكرتهم ولاعيبه هدافين على مستوى عالي جدا يعني. وليا الشرف ان انا ابقى موجود معاهم في الترتيب يعني. خلال الموسم بما انك اتكلمت على ضغط الجماهير حصل لقطه بخبر اكيد توقعي انه يزود الضغط عليك يعني، وهو المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. ده كان في بدايات الموسم وفي مرحله التوهج ان اسم احمد الشيخ دايما في العناوين، كتب انه وبعد خطاب يعني نشر خطاب انه رساله من سموحه الى المحله بيخطروهم فيها ان اللاعب احمد الشيخ اللي عاده بيخلص بنهايه الموسم احنا ضمناه وانه معانا في اخر الموسم. الخطاب حتى لو معانا هيظهر على الشاشه دلوقتي اهو زي ما قدامنا على الشاشه. كان ايه القصه؟ انت كنت مضيت بالفعل لسموحه واتفقتوا على كل حاجه مش كده؟ بالظبط. انا كنت مضيت فعلا واتفقت على كل حاجه. الاول انا كنت جبت عرض اصلا من سموحه للنادي في شهر واحد. تمام. وكان انك تمشي في يناير. امشي في يناير. وكان وصل المبلغ ل 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه؟ وكان خلاص في نص يعني الموسم وانت ناقصها 6 شهور. فاضل 3 شهور. 3 شهور يعني نص سيزون اصلا. 3 شهور والموسم يخلص خلاص والنادي ياخد 2 مليون جنيه. بس هم تمسكوا بيا. تمام. وكان وقتها كابتن عبد الباقي موجود. قعدت معاه هو وكابتن صابر عيد، كانوا هم الاثنين موجودين معايا. اتكلموا معايا واحنا محتاجينك تكمل معانا، قلت لهم تحت امركم انا ما عنديش مشكله. لان الفتره دي كمان اتهاجبت من الجمهور جامد جدا ان انا عايز امشي واسيب النادي. ان انا ببيع النادي. ان انا مش عايز ابقى موجود عشان جبت كام هدف فانت خلاص مش عايز تقعد في المحله. ايوه الموضوع ما كانش كده خالص خالص. انا جبت عرض للنادي وكنت عايز النادي يستفاد ماديا لو هيسيبني في شهر واحد. لو مش هستفاد ماديا خلاص هكمل الموسم وامشي في الصيف وفي اخر الموسم همشي. تمام. سواء لاي نادي كان بيكلمني. أي. كنت همشي عادي مفيش مشكله. ايوه فتهاجمت بقى وقتها واتقال ان انا مش عايز اجيب فلوس للنادي وان انا النادي خيره عليك وانت ما ينفعش ان انت تعمل كده. بس طبعا الناس كانت فاهمه، طبعا ما كانش فاهمين القصه كلها يعني. النادي كان رافض اساسا رحيلك ولا 2 مليون كانوا قليلين بالنسبه للنادي مش هينفع بالرقم لا ده؟ لا النادي كان رافض اي مبلغ. اي مبلغ؟ كانوا رافضين ان انا ان انا امشي. هنا بقى خلاص انا اتفقت مع سموحه ان انا هخلص الموسم واجي لكم. بالظبط. لما ظهر الخطاب. بالظبط. وطلبت من الباشمهندس ان هو ما يعلنش الصفقه الا في نهايه الموسم احتراما يعني للنادي وللجمهور. لان ده هتبقى مشكله يعني، ما ينفعش ان انا اعلن دلوقتي. مظبوط. لان انا دلوقتي مركز مع فرقتي ولازم ابقى ماشي بصوره كويسه، واي تقصير كان هيقوله ما خلاص بقى مضى لسموحه فمش في دماغه. وهي القصه مش كده، ما فيش لعيب بيبقى صح. مفكر يعني انا عايز ابقى كويس. عايز افضل ماشي كويس للاخر. انا بنافس على هداف الدوري. عايز فرقتي تقعد في الدوري. مظبوط. اكيد لما امشي وفرقتي قاعده في الدوري غير لما امشي وفرقتي مش موجوده في الدوري. بتفرق كتير. وطبعا يزعلني طبعا ان انا امشي واسيب المحله وهم في الدرجه الثانيه. لان النادي ما يستاهلش فعلا ان هو ينزل درجه ثانيه. طلبت من المهندس فرج عامر ما يعلنش، بس هو اعلن. اعلن وحصل ان انا طلبت ان انا افسخ التعاقد بسبب الهجوم اللي حصل عليا في المحله. وبسبب الاداره كمان اكيد. أكيد. بعدها بقد ايه طلبت تفسخ العقد اللي انت مضيته ده؟ المشكله ان التوقيت كمان الاعلان كان قبل ماتش بيراميدز بيوم. وماتش بيراميدز الماتش ده كنا بنلعب بيراميدز في بيراميدز وخسرنا. وبنتيجه. فالخساره دي الجمهور الخساره دي شلتها لوحدي بسبب لقطه اليوم اللي قبله. بالظبط. قبل الماتش وانا في المعسكر الخبر نزل. فكانت مشكله ليا من قبل الماتش لحد بعد الماتش. اتهاجمت جامد قبل الماتش وبعد الماتش وفي اثناء الماتش من الجمهور. وانا اعذرهم حقهم. عندك حق يعني انك تعذرهم امر جيد، لانه طبعا المشجع هيبقى بالنسبه له ازاي انا أكيد. انت بالنسبه لي طوق من الناس اللي انا بحتمي فيها. صح. وانت هتقعدني وانت هتجيب لي فجاه ليك في وسط الموسم بتروح لفريق تاني وفجاه اخسر تاني يوم. مفهومه جدا النظره الجماهيريه بالزبط. للقصه بالزبط. دي يعني فكويس انك تقبلتها. اكيد اكيد لازم اتقبلها يعني. اجراءات فسخ التعاقد حصلت بسهوله ولا خدت وقت؟ لا لا ما كانش فيه مشكله خالص. ما كانش فيه مشكله خالص وهم ناس محترمه يعني. باشمهندس فرج راجل محترم يعني ما فيش اي حاجه ولا حصل اي مشاكل. بعدها على طول بقى كلمني اللي هو ايمن المصري.
طلع الجيش وقعدت معاه وطلبت وسط الموسم برضه كان الموسم لسه شغال؟ لا كان بعدها بقى بشويه يعني طلبت منه برضه يعني عدم الاعلان دلوقتي. الراجل طبعا احترم رغبتي جدا وما اعلنش هو واللي هو حسين طبعا بشكره جدا هو واللي هو ايمن بشكرهم على الهوا طبعا الناس دي ناس محترمه جدا ايوه يعني الناس ما بتعاملنيش كاني رايح كلعيب لا انت رايح ولادك يعني بتعامل معاه دايما بسمع الجمله دي من اي حد بيلعب في طلائع الجيش بالظبط لا لا يعني الناس محترمه جدا الناس ما لما طلبت منهم ان هم ما يعلنوش احترموا ده جدا وما اعلنوش احتراما للنادي واحتراما لكلمتهم معايا والناس يعني ناس يقدروا اللعيب اللي راح لهم ارتبط اسمك عموما في مسيرتك كذا مره بالاهلي وبالزمالك يعني حتى من وانت في الاتحاد السكندري انا فاكر كانت قال الزمالك فهل فعلا كان في حاجه توصل لان احمد الشيخ ممكن يروح الزمالك؟ كان فيه كان فيه كان فيه في فتره الاتحاد لان انا اول ما رحت كنت ماشي بصوره كويسه جدا مع الاتحاد حصلت لي شويه ظروف كده طبعا صعبه جدا انسانيه شخصيه شخصيه صعبه جدا اثرت طبعا عليا جامد يعني كان والدي وامه وزوجتي الاولانيه ورا بعض فاثرت معايا جامد كانت الفتره قد ايه اللي ما بين الحالتين اربع شهور اربع شهور انا اتكلمت معاك قبل كده فيها في مداخله تليفونيه لكن احب برضو لو انت ممكن تتكلم فيها تقول لي ازاي عشت في الاوقات دي ومين اللي سندك ومين اللي عرف يرجعك لانك تعرف تركز في الكوره مره تانية في ظروف انسانيه صعبه جدا ان اي حد يعيشها وهي بتبقى يعني نعمه من عند ربنا فكره الصبر اللي بيجي للشخص اللي بيعيش حاجات صعبه زي دي اكيد طبعا انا اول ما رحت الاتحاد كنت ماشي كويس جدا جدا وبرضو ثلاث اهداف في اول مثلا خمس ست ماتشات فكنت بالنسبه لهم هم نفسهم مفاجاه الناس كانت بتحبني جدا وانا كنت ماشي بصوره كويسه كان وقتها كابتن مختار وكان كابتن وليد صلاح الدين مدير كوره ايوه فالناس كمان كانوا بيحبوني جدا وانا كنت ماشي بصوره كويسه فحصل بقى والدي الاول توفى الله يرحمه الله يرحمه وبعدها باربع شهور زوجتي فالفتره دي بقى انا عايز اقول لحضرتك ان انا يعني انا بروح التمرين وبتمرن وبلعب وكل حاجه بس مش موجود مش موجود مش موجود يعني مش مركز يعني انا عايش وكل حاجه وتمام وبروح التمرين وبلعب ماتشاتي وكل حاجه تمام بس مش انا مش انا اللي جه وكان ماشي كويس في اول الموسم اكيد يعني صدمتين ورا بعض يخلوك ان انت ما تركزش بس غصب عني لازم اتعامل لازم ابقى في شغلي لازم ابقى في التمرين في الماتشات بس الحمد لله يعني بعدها بفتره تعرفت على زوجتي اللي معايا دلوقتي ربنا يخليكم لبعض فرقت معايا جدا يعني فرقت معايا جدا في حياتي بقى عموما يعني في كل حاجه في مرحله انك ترجع للحياه مره ثانيه اكيد طبعا اكيد اكيد فرقت معايا كتير جدا كمان في ان هي خرجتني من اللي انا كنت بحسه قبل كده لان طبعا انا كنت عايش مع والدتي ربنا يخليها لي يعني ربنا يخليها وبرده والدتي يعني ربنا يديها الصحه يا رب ليها فضل برضو عليا يعني اكيد ليها فضل عليا كبير يعني فالحمد لله يعني على الفتره اللي فاتت دي ربنا يا رب يكرمك ويوفقك دايما وحتى انا شفتها في بدايه الموسم انه دي ربنا بيكافئك على صبرك بالظبط انا شفتها كده الحقيقه انك عملت موسم كبير قوي وده يوديني للرياضيين يعني مين اللي وقف جنبك في المرحله دي من سواء لعيبه او مدربين او حسيت انه حاسس بيك وبيحاول انه يفوقك بشكل او باخر اللي وقف جنبي الفترة دي ما كانش في حد غير في الوقت ده غير والدتي هي اللي كانت معايا مفهوم على طول ما حسيتش ان في حد حاسس احمد الشيخ دلوقتي حاسس بايه؟ من اللعيبة او من المدربين؟ لا هو حصل موقف وقت الوفاة صراحة انا اتفاجئت منه يعني كنت انا لسه بلعب في الاتحاد وكان مدرب اجنبي اللي معانا اسمه ماكيدا اسباني طبعا اسباني كان موجود معانا اتفاجئت ان يوم العزاء لغى التمرين وجاب الاتوبيس باللعيبه من اسكندريه لطنطا بالتحديد في شوبر بلدي اللي انا منها ايوه وجم حضروا العزاء فدي حاجه بصراحه حسستني لا ان هم معايا ان هم جابوا معاك
وتصرف انساني محترم جدا من مدرب حتى يعني مش نفس جنسيتك وانه يبقى حاسس بيك بالشكل ده، دي بتبقى برضه جميله قوي يعني. بالظبط. انا عايز اقول لك ان انا بعدها على طول، بعدها بكام يوم لما رجعت التمرين كنت واخد بنتي معايا، فدخلت الملعب وسلمت عليه. عايز اقول لك ان الراجل من كتر ما هو يعني المترجم بتاعه جه كلمني بيقول لي الراجل يعني بيكلم مراته وبيعيط من الموقف بتاعك، بيحكي لها الموقف يعني. فغصب عنه عينيه دمعت. فبيقول لي الراجل حاسس بيك بطريقه غريبه يعني. الراجل بيحبك، هو عنده احساسه عالي شويه. فالراجل بيحبك يعني. فموقف بصراحه يخلي اي حد يعني يتأثر. بالزبط. يتهز بكل تأكيد. في الكورة بقى مرة تانية بعد مرحلة استفاقة وإنك موسم فعلا من أحسن بتقول مواسمك استثنائي وصفته في بداية كلامك، لما اتكلمت معاك في مداخلة في بداية الموسم قلت لي طموحي دايما هيفضل إن أنا أنضم لمنتخب مصر، هل حسيت في وقت من الوقت الموسم ده إنك قريب؟ هل حصل أي كلام بشكل مباشر أو غير مباشر إنك ممكن تكون موجود في معسكر أو حاجة؟ حصل بشكل غير مباشر ان ممكن ابقى موجود يعني. ان بشكل كبير انت اسمك في القائمه الاولى. تمام. الكلام ده كان ماتش اللي قبل اللي فات في تصفيات. الماتش كان هنا في القاهره. تمام. حتى المذيع قال الكلام ده في الماتش يعني. من خلال الماتش. ايوه. فكنت متفائل جدا يعني، كنت وطمعان طبعا، اكيد اي لعيب في مصر يتمنى ان هو يبقى موجود في المنتخب. بس طبعا لما ما دخلتش المنتخب طبعا، ما رحتش التجمع. أيوة. لا ما عنديش مشكله، او مش هزهق. مش همل عادي، ما عنديش مشكله. ايوه. هكافح تاني وان شاء الله باذن الله ابقى موجود في التجمع ان شاء الله. الاهلي كمان كان عايزك في وقت من الاوقات، كان الفتره اللي كان في كلام فيها في الزمالك وانا في الاتحاد. كان مين من الاهلي بيكلمك ومين من الزمالك بيكلمك؟ اللي كان موجود وقتها في الاهلي كان كابتن سيد ابو حفيظ. وكان موجود في الزمالك وقتها كابتن اسماعيل يوسف. تمام. الفترة دي كان مين الأجد الأكثر جدية؟ الزمالك. الزمالك. بس ما تمتش. لا ما تمتش، ما حصلش نصيب يعني، ورحت بعدها السنة اللي بعدها رحت طلع الجيش. طلع الجيش. مظبوط، اللي بترجع له مرة تانية بعدها. بالزبط. بعدة سنوات. أنت جبت 11 جول. 11 هدف. إيه أحلى هدف بالنسبة لك الموسم ده؟ هدف حرس الحدود. عندنا في المحل. ده ماتش 2-1. ماتش 2-1 حرس كسب 2-1. لوب. بالظبط. شفت انا فاكر ازاي؟ كان الحرس كسبان 2 وعاملين هجمه في اخر الماتش وكاونتر اتاك، جابرييل اوريك لعبها لك عاليه كده. فانت على الطرف ال 18 طلع عليك الحارس. من لمسه واحده من فوقيه فضلت تنط، وبقينا بنقول يا ترى هتدخل الشبكه ولا هتطلع بره. بالزبط. دخلت الشبكه. جول حلو. انا وانا في الاتحاد كنت جايب جون زي برضو في الداخليه. بس كانت اعلى من دي كمان. يعني كان لوب ابعد شويه. تمام. من دي. كنا بنلعب الداخليه في برج العرب. كان تقريبا ده تاني ماتش ليا. تاني ماتش ليك وانت في الاتحاد. وانا في الاتحاد. تمام. اوكي. نفس الهدف ده بس كان من ناحيه الشمال مش من اليمين. من الشمال مش من اليمين. لا هو جول حلو فعلا. اي نعم بتبقى فرحه مش مكتمله لما بتبقى النتيجه النهائيه خساره. طبعا. بس طبعا. كان جول فعلا حلو، لانه الدقه بتاعه الكوره مع صعوبتها بالزاويه مع طلوع الحارس عليك بتبقى قرار بتاخده في ثانيه يعني. بالظبط. صح بالظبط. هو كان جول حلو فعلا من اجوالك الحلوه. كنت بتتابع اجوال منافسيك، اجوالهم نفسهم، في جول فاكره في الدوري عجبك قوي حبيته؟ بتكلم هنا مع هداف، فبالتالي بيبقى الاجوان بالنسبه له بيلقطها بعين مختلفه. اكيد في جوان كتير. يعني عجبني في اجوان مابولولو. في ماتش ايه؟ في ماتش ماتش الجيش. ماتش طلع الجيش. في جون جابه في الجيش بشماله. وفي جون جابه في فاركو. في فاركو في برج العرب. شوطه. شوطه برضو بس من تحت رجله. صح. ودي بتبقى صعبه جدا على الحارس. ايوه. وراحت في حته صعبه قوي. ايوه. لا جون عجبني جدا. لا لعيب جامد مابولولو، مهاجم جدا. مرهق يعني جدا، جسمه وحركته ومحطه وبيشوط من بره وبيعرف يرقص كمان يعني، رغم ان جسمه ما يديلكش ان ده اللعيب المراوغ، بس بيعرف يرقص بجسمه. فرود لعيب كوره. صح، لعيب كوره. بالظبط، عندك حق. طيب خلينا نلعب معاك كام لعبه كده قبل ما نسيب الاسئله يعني الجد، بس هسالك كام سؤال عن مين احسن مهاجم بتشوفه في مصر حاليا؟
احسن مهاجم في مصر حاليا. بره الاهلي والزمالك او في الاهلي والزمالك براحتك. انا شايف مابولولو. مابولولو. مين احسن لعيب في مصر عموما؟ زيزو. زيزو. ليه بسمع دايما اختيارات اللعيبه اللي بتبقى معايا او المدربين زيزو؟ انت بتصنفه ليه كافضل لاعب؟ بصنفه ليه كافضل لاعب؟ امكانياته بتقول كده وارقامه بتقول كده. وهو لعيب كويس جدا. ومجتهد. لعيب قدوه، اللعيبه الصغيره تاخده قدوه. انا شايفه كده. شايفه ان هو حتى في بعض الاوقات لما الزمالك ما يبقاش فايق قوي، لا هو بيبقى فارق وباين. مظبوط. لعيب بالنسبه لي بروفيشنال يعني. طيب نلعب. ماشي. هديك صفه، هقول لك صفه وانت قول لي مين اكتر لعيب اول لعيب جه في بالك لما قلت انا الصفه دي، سواء بقى لعبت معاه، سواء قديم سواء جديد لسه موجود. تمام. القياده. حسام غالي. حسام غالي. ضربات الراس. حسام حسن. حسام حسن. الابداع. حازم امام كبير. التوقع والمساحات. التوقع والمساحات. حسني عبد ربه. حسني عبد ربه. اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه طارق حامد. طارق حامد بنتمنى له التوفيق ان شاء الله يروح ضمك السعودي. المرونه. زيدان. زيدان بتاعنا. اوكي. التدخلات. تدخلات وائل جمعة. وائل جمعة. السرعة. السرعة زيزو. زيزو. رجل يمين. رجل يمين قوية. تقول رجل يمين. أبو الذهب قوي. رجل شمال. شمال. شمال محمد عبد الواحد. محمد عبد الواحد. مدرب البنك الاهلي. حاليا. كان عليه رجل برضه كابتن محمد عبد الواحد فعلا. انت زملكاوي ولا ايه؟ انا ناشئين زمالك. ناشئين زمالك انا عارف. وده انتمائك. مرحلتك وانت في الزمالك لما كنت صغير كنت اكيد بتبص ان انا في يوم من الايام هبقى لعيب في الفريق الاول. ايه ذكرياتك معاها الفتره دي؟ انا كنت في ناشئين الزمالك كان الفريق الاول كله نجوم. حسام حسن، ابراهيم حسن، كابتن حازم امام. كابتن طارق السيد، طارق السعيد. ابراهيم سعيد. صح. جمال حمزه. عبد الحليم علي. كان ده 2006. 2006. من 2004 ل 2006 2007. ايوه. كانوا هم كانت هي دي. صح. الفرقه الموجوده في نادي الزمالك. فطبعا كنت بتمنى ان انا ابقى موجود معاهم يعني. ايه اللحظه اللي فيها مشيت من الزمالك؟ لا هو لما مشيت من الزمالك كان اختلاف الاعمار. كان دايما المواليد الزوجيه بتمشي. صح. كان لازم تطلع يا تطلع فريق اول يا تمشي او تطلع سن فردي. ايوه. فوقتها مشيت رحت طنطا. فضلت ما لعبت في طنطا في الناشئين سنه. وبعد كده طلعت الفريق الاول لعبت معاهم حوالي 7 سنين. وبعدين صعدت معاهم للدوري الممتاز. بعد صعودي للدوري الممتاز 2016 رحت الاتحاد. رحت للاتحاد. مين احسن مدير فني اتمرنت تحت قيادته؟ في كتير يعني في كذا حد. اختار اسماء وقول لي ليه بتختارهم. يعني انت فعلا اتمرنت مع مدربين كتير في مختلف الانديه اللي لعبت فيها ما بين كبار وشباب واجانب. يعني بص انا هقول لك المدربين اللي انا كنت باين معاهم كنت لامع معاهم. يعني كابتن خالد عيد. انا كنت ماشي معاه كويس جدا. بابا فاسيليو طبعا. كابتن مختار في الاتحاد. دي الاسماء اللي انا كنت ماشي معاها كويس جدا. مشيك معاهم كويس ده بيكون ليه علاقه بطريقه تعاملهم معاك ولا احمد الشيخ ما بيفرقش معاه طريقه التعامل؟ انا كده كده في الملعب خالص انا ما بيفرقش معايا. يعني بيفرقش معايا المدرب يعني بيحب الشخص ده وما بيحبش الشخص ده. انا اللي انا شايفه ان ما فيش مدرب هيظلم لعيب طول ما هو بيتمرن كويس. ايوه. وهو بيأدي كويس. اكيد دي مصلحه المدرب برضه. مصلحه المدرب ان هو عايز اللعيب بتاعه يبقى كويس عشان نكسب عشان الفرقه تبقى كويسه. فما فيش مدرب اكيد هيتمنى يقعد لعيب يكسبه.
كابتن احمد، قبل الختام في اي كلمه تحب تقولها، رساله تحب توجهها سواء عن الرياضه او بره الرياضه؟ يعني في الرياضه بعتذر لجمهور الاتحاد تاني من خلالك، بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى ان هم ان شاء الله الموسم الجاي يكونوا موجودين في الدوري الممتاز باذن الله ان شاء الله. وبجد انا والله العظيم من احسن 3 سنين في حياتي في غزل المحله. بره الكوره بتمنى الشفاء طبعا لوالدتي الاول، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله كل مرضانا، وبشكر زوجتي وربنا يخلي لي بناتي. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم يا رب. وانت نورتنا وشرفتنا واستمتعت بالحوار معاك، وبهنيك مره تانية على الموسم بشكل شخصي اللي انت قدمته. بس دايما الناس لما بتعمل رقم كبير بيبقى الناس مستنيه منهم رقم كبير زيه او اكبر في الموسم اللي بعده، صح. فقدامك تحدي كبير الموسم اللي جاي ان شاء الله. ربنا يوفقك باذن الله. ربنا يخليك. نورتنا كابتن احمد. مبسوط ان انا كنت معاك. احنا كمان مبسوطين جدا بوجودك معانا، نورنا الكابتن احمد الشيخ. احب اقول لكم بس انه النهارده في ختام الجوله الاولى من الدوري الانجليزي الممتاز كانت مواجهه مانشستر يونايتد تحت قياده اريك تين هاج مع مواجهه ويلفرهامبتون، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل سجله رافائيل فاران اللي تجاور مع مارتينيز في قلب الدفاع في الوقت اللي كان هجوم مانشستر يونايتد بيتكون من جارناتشو وفرنانديز وسانتوس وراشفورد بتواجد ماونت بجوار كاسي ميرو. صدارة في البداية، لكن الصدارة تبقى على مستوى الأهداف لنيوكاسل اللي زيه زي برايتون زي سيتي زي أرسنال زي كريستال بالاس زي فولم، حققوا الانتصار في الجولة الأولى ومعهم طبعا مانشستر يونايتد. دي كانت أخبارنا النهاردة ودي كانت حلقتنا في الماتش. غدا بإذن الله لقاء جديد، فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت. إلى اللقاء.